مع أول تفتيش من دخولك من سينية بر للقيادة. ففعلا هنالك عدة مشاكل نفسية تعرض له معظم السجناء والمعتقلين وأسر الشهداء، اللي هي اضطرابات مع بعض الصدمة، وهي من المشاكل الكبيرة جدا واجهتنا وقد تواجهنا في المستشفيات بصورة كبيرة جدا، إنه الشخص يتعرض لموقف أليم جدا والموقف ده بيسبب له مشاكل وممكن يعطل كل الوظائف الممكن يباشر به، وبدأ شخص معزول منطوي عن المجتمع بصورة كبيرة جدا، بيدخل في ما يعرف بالدبريشن أو الاكتئاب، قد يؤدي أحيانا إلى وبصورة كبيرة جدا للانتحار نسبة لمواقف أليمة جدا يتعرض به، سواء كان إساءة جسدية أو نفسية أو لفظية. فهي من المشاكل الكبيرة جدا، ولكن نحن بنقدم كل الدعم النفسي والعلاج النفسي والعلاج بالطاقة الحيوية. فأنا بتمنى إنه أي شخص أنتوا بتعرفوا إنه تعرض لمشاكل زداء أو شخص بقى منطوي أو شخص يعاني من بعض المشاكل النفسية، ممكن تشرفونا تحت أي لحظة، وأيضا برضو ممكن تجونا في مستشفى بحري طه بحشر، أيضا في الصراحة الطبي ومستشفى الإدريسي، كل المستشفيات إن شاء الله موجودين فيه لتقديم الدعم، لأنه نحن اكتشفنا مشاكل كبيرة جدا كان في مكبوتات داخلية داخل السوار، وده حاجة أدت إلى مشاكل كبيرة جدا، إنه شخص بيكون عنده بعض الحاجات ما قادر يعبر عنه، يساعد على رده مشاكل. فمن مميزات الحاجات الجميلة جدا حققتها علينا الاعتصام إنه خلى الشخص يقوم بعملية التفريغ للطاقة السلبية الداخل بعدة طرق، فروق هنالك فروق فردية، إنه أي شخص بقدر بعبر عن الطاقة الداخلية والشحنات الداخلية بالطريقة إنه ممكن شنو يتقبل معه، فده حاجة جميل جدا. فكان في بعض الأسئلة كده بتكلموا أو في بعض الشباب سألوا إنه بعض الأطفال اللي تعرضوا والمشاكل اللي تعرضوا كل الحياة ده أهم بنسميه تروما أو تروما بعد الصدمة، إن شاء الله هنشتغل فيه. ما دام إنه كتير نرحب بالأستاذ وإن شاء الله نرحب بكم تحت أي لحظة في العيادات حتى. شكرا جزيلا. شكرا لك. يا خلاص يا جماعة، الصحة النفسية ده مهمين جدا للدعم النفسي. كلنا بنمر يعني بحاجات منخفضات ومرتفعات، والعيادة بتاعتهم موجودة هناك، الناس تمشي لهم من هناك من المدخل بتاع بري جنب سود البراري، بتلقوا عيادة الدعم الصحي اللي هو تجمع جنب الصيدلية، صيدلية الشهيد بابكر جنبها طوال الخيمة بتاعتهم، عندهم موية باردة وظريفة وقعدتهم كده جميلة وفيها خصوصية الناس اللي تستفيد منهم. طيب يا اخوانا، نرحب بكم مرة تانية على مسرح الباحثين السودانيين، وده الجدول بتاعنا موجود هنا زي ما شايفين. أول محاضرة من تجمع الباحثين السودانيين في التاريخ القديم، ودولة من غير تاريخ ما بيكون عندها لا حاضر لا مستقبل. فحاليا هيقدم لنا الأستاذ الطيب أحمد محي الدين معقب عليه محمد أنور أبو حراز محاضرة بعنوان الهوية التاريخية، الهوية الحضارية التاريخية وأثرها في الثورة السودانية. الثورة دي جذورها وين؟ فحيقدموا لنا نيابة أستاذ طارق الباشا. تفضل أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا ما متحدث في الندوة دي، لكن داري أنبه الناس إن الندوة دي من أهم الندوات، أنا بقول بالقوام على أرض الاعتصام، لأنه نحن بنعاني من مشاكل كبيرة جدا، مشاكل بتاعت إفرازات بتاعت انبتات من التاريخ السوداني العظيم، التاريخ اللي كان في اللحظة اللي نحن بنسير الجيوش وبنعمل الحضارة الكوشية وبنقول الليلة شنو؟ جدي شنو؟ بيقولوا؟ وحبوبتي شنو؟ يا جماعة التنداكة دي قطعت رأس الإمبراطور الروماني، ونحن الليلة بيجي بقول لنا المرة كان بقت فاس شنو؟ شوف عليك التناقض ده. لا الكلام الزي ده، الكلام الزي ده هدي معاكم هنا دي اهل كنداكا، شوفوا ماسكر شنو ماسكر دي الماسك الجدارية دي بتلقوها يا جماعة في مروة الفجراوية، عارفين الرمزية دي بتاع شنو؟ دي ماسكر الاعداء، دي مروة ولا ما مروة؟ قطعت براس هنا قال لي انتوا خدتنا هنا مروة وقطع الراس وما عندها راي ومشورة، لانه دي ما ثقافتنا يا جماعة. الثقافة بتاعنا لما رجعنا لها وقلنا الكنداكة وخدنا والكنداكة بتقود الثورة، الشارع ده بقى مليان شنو؟ بقى مليان جماهير سودانية. وفي حاجة تانية هيعقب على الأستاذين الموجودين، أستاذ محمد أنور أبو حراس وأستاذ الطيب، نحن يا جماعة لو عاينا في سحناتنا دي كلنا بنلقى نحن كلنا بنشبه بعض، لكن نحن كلنا سودانيين. التنوع الثقافي هو اللي بيشملنا، التاريخ ده هو اللي بيشملنا، عشان الليلة لما الواحد في البيت يجي أخوه لونه مختلف ما يقول دي بطن بطرانه لأنه أصفراني شوية، وذاك يجي
نعود التاريخ ده ونقود الطليعة ونرجع كما كنا من قبل قادة للعالم، لازم نعرف تاريخنا كويس. هتعرفوا الليلة بعد المحاضرة دي انه ليس دوحة العرب كلها فطن، دوحة السودان الكوشي كلها فطن وكلها ازدهار وكلها تاريخ. هتعرفوا ان احنا برانا، مش في حاجة يقول لك ان احنا كده برانا، احنا كده برانا. قبل كده السودان ده شارك في منافسات ثقافية، كل الدول العربية بتجيب حاجة واحدة، سوريين بيجيبوا الدبكة، سعوديين بيجيبوا السيف، تاني ما عندهم. نحن بتمشي فرقة من أي حتة من السودان بتشيل المركز الأول، سنة بعديها ودوا فرقة من السودان شالت المركز الأول، ديلات برضو قاعدة، سنة بعديها ودوا فرقة غير ديل كلهم شالت المركز الأول، وديلات نفس الفرق بيجوا ما عندهم غيرهم، ما عندهم تنوع ثقافي. عملوا اجتماع قالوا يا جماعة دي شنو فايد قلما يا جماعة مشيت السودان. السودان ده فيه قوة حضارية وثقافية، فيه 300 نوع من الثقافة، ل 300 سنة حيجي يشيلوا المركز الأول. قالوا ده الناس برام، بقت السودانيين بتنافسوا برام في جائزتهم برام، ودول بخموم كده مع بعض. الثورة دي وقت قامت يا جماعة الشعب يتشاكل مع بعض، حصلت حروب زي ما بتحصل في الدول الأفريقية الثانية. لا ليه؟ لأنه نحن برانا، نحن يا جماعة ثقافة برانا، تاريخ برانا، لازم نعرف التاريخ ده. وأنا بقدم ما دار طويل الحديث اللي هو الأستاذ الطيب أحمد محي الدين وبعده الأستاذ محمد أنور في كلام مهم عن ماذا يحدث الآن وارتباطه بالتاريخ القديم. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحرية سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. سعيدين جدا نلتقي بكم في المحاضرة الثانية في المسرح ده مع الأستاذ الطيب أحمد محي الدين. وعايزين أنا حقيقة ما عايز أتكلم كثير، أنا جاي الليلة ضيف زيو زيكم وعايز أسمع يعني من الأستاذ الطيب. عايزين نتكلم الليلة عن حاجات كثيرة جدا، هنتكلم عن الكنداكات، من هم الكنداكات وعملوا شنو وأبرز الكنداكات. عايزين نتكلم عن لمحة عامة عن تاريخ السودان، عايزين نتكلم عن شكل التنوع الموجود بيناتنا ده جا كيف، وشكل المجتمع السوداني كيف يتكون عبر التاريخ، وعايزين نتكلم عن لمحات كثيرة في تاريخنا السوداني. أنا برحب بأستاذ الطيب ونتمنى أن يدينا في الأول لمحة عامة عن تاريخ السودان نقدر نفهم به ويكون لنا مدخل للتفاصيل الكثيرة الثانية حنتكلم عنها. شكرا. السلام عليكم يا اخواننا. احنا اول ما ابتدوا طبعا اترحم على روح الشهداء ونطلب الشفاء العاجل للجرحى والاسر الكثيره التي تاثرت. في ناس مجهولين يعني في الثوره دي، في ناس كثيرين مجهولين انضربوا وعتقلوا كده برضه يعني نشكر لهم. يعني كل الانظمه العسكريه في السودان مرت بيه والانظمه الشموليه والحزبيه اتجنبت انها تدرس تاريخ السودان القديم اللي هو التاريخ بتاع باعاخي والترهاغا وإسبتا وممالك كوش اللي هي نبتة ومروي وقرمة، يتجنبوها تماما. ليه؟ لأنه للأسف يعني الحكومات المرت بالسودان كلها كان عندها إطروحة واحدة، سودان عربي إسلامي وبس. صراحة يعني للأسف يعني اتجاهلوا الهوية الإفريقية المحلية للسودان، لأنه أصلاً الأرض اللي واقفين عليها دي وبنتنسم هواها وبنشرب مياهها هي أرض إفريقية يا إخواننا، جغرافيا إفريقية صح؟ ما موجودة في غرب آسيا ولا في الجزيرة العربية ولا في الصين، إنما هي هوية سودانية. وإحنا السودانيين مميزين، يعني يجي واحد يقول لك مثلاً حاول عاجل المزرعة عبر الثنائية بتاع عروبة إفريقيا أو السودان قطر إفريقيا عربي، ده كلام فارغ كله. في حاجة اسمها الهوية السودانوية غايمة بذاتها هوية مشكلة من ثقافات متعددة. الثقافات بتشمل لغات متعددة، يعني في السودان في أكثر من 560 لغة محلية، في أكثر من 560 ثقافة محلية، رقصات، نمط عيش، أكل، كلام، سحنات، ملامح. ولكن هذا التنوع الكبير كله بتربطه أشياء خفية،
روابط خفية قوية جدا. يعني انت الان لو مشيت مثلا سواكن في رمضان حتفطر حتلقى المسجد حتلقى الناس، لو عندك سماي لو عندك لو مشيت جمال النوبة حتلقى نفس الاكل يا هزات ونفس العادات ونفس التقاليد، مع انه كل منطقة عندها خصوصيتها الحضارية. مثلا جبال النوبة عندها خصوصيات الحضارية اللي بتختلف عن الشمالية، كذلك جنوب السودان، كذلك سواكن، ولكن في النهاية في رابط مشترك. انت لو مشيت حلفة ولا مشيت سواكن ولا مشيت جوبا ولا مشيت كادوبلي ما بتحس بانك غريب وسط الناس، بتندرج طوال في الناس مهما كان نوع القبيلة، مهما كانت ملامحهم سوداء عمر زرق بنفسجيين ما بهمك. يعني في النهاية تلقى ناس بتتكلم معاهم عادي، يا هو لبسك لبسهم حياتك حياتهم. فنحن نقول انه السودان يعني هو غطر متنوع الثقافات، متنوع السحنات، متنوع الملامح، متنوع اللغات، واحد اللي هو النموذج العربي الاسلامي. انت الان لما تمشي للدكتور، الدكتور الشاطر بيرسلك لاخصائي المعمل، اخصائي المعمل هو اللي بيشخص للدكتور المشكله، لكن الاخصائي ما بعالجك، الاخصائي بيشخص المشكله عبر فحص الدم، عبر فحص الجينات، حاجات بالشكل ده، لكن الطبيب بعد ده هو بياخذ المعطيات وبيعالج المشكله. فالمشكله الاساسيه في السودان غادت للحروبات وغادت للتنافر وغادت للكراهيات بين السودانيين وغادت للتفرقه وغادت للعنصريه وغادت للتهميش وغادت لتوقف التنميه، هي انه النظم الحاكمه في السودان من الاستغلال اتبنت نموذج واحد. انا بكرر الكلام ده، النموذج العربي الاسلامي. انا والله بعتز باللغه العربيه والعرب ما عندهم معهم مشكله، مالهم سيدنا محمد منهم واحد كريم واي حاجه، لكن انا سوداني في النهايه. انا قبل كل شيء، قبل ما اكون صيني ولا هندي احمر انا سوداني. قبل ما انا اقول انا مثلا تشادي ولا اقول انا هندي احمر ولا صيني ولا حتى عربي، بقول انا سوداني اول حاجه، لانه ده ارسي ودي الروتس بتاعتي. فنحن شغالين في مساله تحديد الهويه السودانيه دي، وعشان نعرف هويتنا احنا شنو بنرجع للتاريخ، لانه هويتنا دي ما تكونت امبارح ولا اول امبارح. احنا منو بناكل شنو بنتكلم شنو بنعمل شنو، اتكونت عبر الاف السنين. يعني انت مشيك في الشارع ده ثقافه، طريقه اكلك دي ثقافه، بتلبس شنو دي ثقافه. انت الان اذا مشيت الولايات المتحده او الغرب، الولايات المتحده فيها كميه كبيره جدا من الزنوج الامريكان، هم بيشبهونا شديد، وفيها كميه كبيره من الافارقه بيشبهونا شديد جدا، كينيا وديل بمختلف ملامحنا حتى بيرونا ده موجودين بيشبهونا. انا اذا وجدت 1000 1000 او 10000 افريقي واقفين وواحد سوداني واقف في نصهم ولابس ملابس فرنجيه عاديه، حاتعرف عليه فورا واقول له انت سوداني، لانه حيجي ماشي كده صح؟ حاعرفه، حاعرفه بالاحساس انه ده سوداني. قد يكون واقف معاه واحد حبشي جنبه يشبهه شبه شديد جدا، لكن ما يقول لك ده سوداني، قد يكون جنبه واحد بلاك خالص لستك عاديين كده يعني، لكن برضه ما يقول لك ده سوداني. الكلام ده صحيح يا اخوانا ولا لا؟ ولا انا بارخت شويه؟ نرجع للتاريخ. تاريخ السودان مر بعده مراحل، والمساله دي مهمه جدا بالمناسبه، عده مراحل. المرحله الاولى كانت قبل 2 مليون سنه، حاجه بسموها العصر الجليدي. قبل 2 مليون سنه جاء غبار كوني، غبار كوني، نجم يتفكك ولا كوكب انهار، والغبار ده لف حول كوكب الارض ومنع اشعه الشمس من انها توصل الارض. فحصل العصر الجليدي الاخير، الحياه تجمدت في الارض. في السودان قبل 2 مليون سنه في منطقه اسمها موقع اسمه كدنارتي، فنحن وجدنا اثار لمصنوعات انسانيه اللي هي اسلحه حجريه بتدل على اقدميه السودان، وان السودان ده واحد من المراكز الاساسيه اللي انطلق منها الجنس البشري. اصلا كل البشر في العالم هم افارقه، ليه؟ كل البشر افارقه ليه؟ لانه الانسان الاول حسب اخر الحفريات واعمق الدراسات اتلقت اقدم اثار لانسان في افريقيا، في شرق افريقيا، ما اتلقت في اوروبا ولا في اي مكان ثاني. الانسان من شرق افريقيا طلع من شرق افريقيا وانتشر في العالم كله، طلع بباب المندب عن طريق اليمن وانتشر في العالم كله. انتشر في بيئات مختلفة، مثلا الناس اللي مشوا بيئات باردة جدا، البيئات الباردة بتكون دايرة شعر كثير، عشان كده تلقى شعارهم بقى ناعم وبقى كثير، بشرتهم بقت بيضة خلاص؟ لكن الإنسان أصله هو أسود، كلمة آدم باللغة العربية بتعني الأسود، باللغة العربية راجعوها بتلقاها بتعني الرجل الأسود أو ذي الآدم السوداء، كلمة أسود دي بتعني تدرج من لون أفتح من لون ده ولغاية لون أسود لون ممكن، ده كله يسموه بلاك، كله بلاك. أوكي؟
بعد حوالي 18,000 سنة قبل الميلاد العصر الجليدي انتهى، والمنطقة تحت الصحراء الكبرى اللي فيها ليبيا دي اتحولت لأنهار وبحيرات، وكان فيها الزراف والأسد، والحياة ازدهرت فيها شديد. حوالي 5,000 قبل الميلاد الصحراء الكبرى بدأت تجف. جفاف الصحراء الكبرى خلى الناس تتحرك من منطقة شمال إفريقيا وتخش السودان. السودان كان فيه مجموعات غريبة جدا جدا منتشرة، لكن ما كانت كثيرة، لكن لما جت هجرات الصحراء جابت معاها الغنم، وجابت معاها البقر، وجابت معاها صناعة الفخار، والإنسان الأول استغرى، وبدت أول مستوطنات للعصر الحجري في السودان سنة 3800 قبل الميلاد ظهرت في الخرطوم. الخرطوم دي مركز من مراكز العصر الحجري. أوريكم المواقع: الشاهناب، الكدرو، الكلاكلة، القوز، الزاكية، دي كلها بتاعت أجدادنا القدماء. كانوا أسلحتهم حجرية وكانوا بيصطادوا الجلود، وكده بدوا يتطوروا شوية شوية شوية، وبعد ذلك انتقلوا لمنطقة البطانة السودانية وعملوا مستوطنات هناك ضخمة جدا. ثم بعد ذلك اتطورت الحضارة السودانية وظهرت أول مملكة في وادي النيل كله اسمها تاسيتي. احفظوا الاسم ده، أول ملك فرعوني أو أول 14 ملك فرعوني هم سودانيين. سودانيين سود، سودانيين سود معنى أسود، دي تشمل لوني ده ذاته عشان الناس ما يتوهم ساي. خلاص من بلاك الأسود، مش في مصر. في الوقت ده كانت ظهرت فوق الحضارة في حلف الملكة التاسيتي، كانت مصر لسه عايشة في الحالة القبلية، كانوا قبائل مشتتة وناس تلبس الجلود، أوروبيين ده خليهم كانوا ماشيين ساكنين في كهوف. أوروبيين في الوقت ده ما كان عندهم أي حاجة. في تاسيتي كان فيها 14 ملك سوداني، وظهرت أول الرموز بتاعت الفراعنة في العالم اللي هو رمز الصقر حورس. حورس ده صقر نسر، ده الرمز بتاع الملوك. الفراعنة كله كان عندهم رمز اسمه حورس الصقر. خلاص بعد فترة انهارت مملكة تاسيتي وظهرت مملكة اسمها كرمة. مملكة كرمة اشتهرت بالتجارة. مملكة كرمة دي كانت بتصدر المنتجات الإفريقية زي العاج والأبنوس والعسل والحيوانات النادرة، بتصدرها لمصر، ودي بمصر بدورها بتصدرها لوين؟ لممالك الشرق. بانهيار مملكة كرمة ظهرت مملكة نبتة، وظهروا ملوك الأسرة 25 اللي حكموا مصر، منهم ترهاغة اللي هو حكم امتد لغاية فلسطين ولغاية سوريا، لغاية فلسطين ولغاية سوريا. الأسرة 25 بتضم الملوك بعاقي، الملك ألارا، الملك شباكة، الملك شبتاكة، ثم الملك ترهاغة، ثم تانوت آمون. وديل في النهاية انسحبوا للسودان وشكلوا مملكة مروي. يلا بقى مملكة مروي دي اللي هي انهارت قبل 1650 سنة فقط. قبل 1650 سنة في الدجراوية هنا جمشندي دي كانت عاصمة السودان جمشندي. ظهر كان عاصمة، كانت مدينة كبيرة جدا مليانة بالغصور، مليانة بالمعابد، مليانة بالإهرامات، فيها مصانع حديد، مصاهر حديد، لأنه السودانيين كانوا من أوائل الناس الصهروا في إفريقيا، مش أوائل الناس الصهروا في العالم، أوائل من صهروا في إفريقيا كانوا هم المرويين السودانيين دي. وتطورت الحضارة المروية كانت راقية جدا جدا، يعني حتى اليونانيين، حتى المصريين، حتى العرب كانوا بيجوا هنا ده وبيشوفوا العظمة بتاعت الملوك دي. يعني هي مؤرخ كتب بانه المرويين ده يعني كان المساجين بيربطون بغيوط من الذهب، انه الحديد هنا اغلى من الذهب في مروي، الحديد كان اغلى من الذهب. والمملكه دي يعني ساهمت في الحضاره الانسانيه مساهمه ضخمه جدا جدا، ساهمت مساهمه ضخمه جدا، وعرفت عند كل الكتاب الكلاسيكيين، وعرفت عند كل الشعوب، وذكر اسماء ملوكها في التوراه وفي الكتب المقدسه. وانهارت مملكه مروي لما انتغزوا حبشي من الحبشة ملك اسمه أكسوم. أكسوم اللي هو ملك عزانة جاء دمر مملكة مروي حوالي 350 قبل الميلاد، قبل 1650 سنة. بعد مروي نسمى كل الحضارة الكوشية. بعد انهيار مروي حصلت فوضى سياسية في السودان وما كان في ملوك ولا في إدارة، لغاية ما ظهرت الحضارة النوبية اللي هي الممالك النوبية المسيحية، المغرة وعلوة وسوبا، ثلاثة ممالك اللي يسمها الحضارة النوبية. واستمرت إلين دخول العرب السودان، دخول العرب السودان. في واقع الأمر الهجرات العربية يعني اللي هي جاءت بعد دخول العرب السودان
ما كانت بالقوه ولا كانت بالكثافه اللي اتضخمت دي. يعني اتضخمت كثير في تاريخ السودان. وقال لك انه يعني الهجرات العربيه دي غطت السودان كله, غطت شمال السودان, وان قاعدين دي العرب والشوايق دي العرب, ده كله كلام طلع كذب في كذب. حتى الانساب العربيه ذاتها بتاعت العباسيين, الجاهل ده عباسي وما عارف المحس يقول لك انا خزرجي, والنور بتاع انتقل يقول لك احنا جدنا ابو جريده, والفور يقول لك احنا جدنا احمد المعغور, والفونج يقول لك جدنا احنا امويين, وحتى اهلنا الهوسه يقول لك جدنا ابو بكر الصديق, واهلنا الفلاته يقول لك جدنا عقبه المنافع. يعني الانساب العربيه ادعتها شعوب كثير غير الجعاليين والشوائق والدين, كل اتطرق بانه بس كل زول جماعه عملوا كتاب واسمك منو الصقور 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 الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يتشرفوا ويتميزوا على الناس. لكن الهجرات العربيه ما كان تاثيرها عرقي في اللون, ولا هم جابوا اللون ده. انتوا لو فتحتوا في الانترنت كتبتوا ملوك السودان وشاهدتوا الجداريات بتلقوا مختلف الوان السودان موجوده في مرن قبل دخول العرب السودان. هي الوان قديمه وموجوده وثابته وملامح ثابته وقديمه. لكن التاثير العربي في السودان كان تاثير ثقافي بس. ثقافي وين؟ في اللغه. انتشار اللغه العربيه والديانه الاسلاميه ما اكثر من كده. ده التاثير العربي الاكثر. لذلك انا برجع لكم للنقطه الاولى اللي بقول لكم ان احنا اساسا افارغه سودانيين. اول حاجه سودانيين, ثم ثانيا افارغه. دي الاهميه بتاعت المساله دي. يلا الحروات كانت في السودان دي كلها واحده من اسبابها حكايه ده عربي وده افريقي وده زنجي وده ما عارف عربي وما عارف دعب وده عامل فيها شريف وده حر وانا كلام فاضي. ده كله كلام فاضي ساي, كلام فاضي ساي. لانه حتى الان الناس بتدعي انها هي عربيه, امشوا المجازيب سالفه الجعالين تقول ناس زرق, امشوا بيوت الجعالين تقول ناس زرق زي الفحم دون قرم. بس الشوايق اي بيت سوداني فيه زر اسود, كان حبوبته كان خالته كان عمته كان هناك. تمشي برضه دار فورت قال لك زر احمر تقول زر جعالي. تدري ان السودانيين دول هم حاجه واحده اساسا. عندنا مثل بيقول البطن بطرانه. الكلام ده الان علم الجينات الوراثيه اثبت ان الكلام ده صحيح. اثبته صحيح كيف؟ ثبت ان الجينات ما ثابته, بتتنقل بتخفز من جنس لجنس من زول لزول. ليه؟ لانه البشر اصلا طلعوا من جينه واحده بتاعت ادم وحواء. الجينات بتلعب بتتحرك. يعني ممكن يعمل لنا مثلا انا قدامكم ده ممكن الجيل الرابع بتاعي يطلع بلاك, تقلق واحد بلاك, الجيل الثالث يطلع احمر. وشفتوا انت شايف المواصلات كيف تقلق واحد مثلا زرق عشان لا ولد احمر. ما تستغرب ده لعب بتاع جينات. دي جينات قاعده تخفض وتنطط. وما عندك انت فضل طبعا حتى لو ولدوك خواجه شعرك ذهبي وعيونك زرقاء وبشرتك بيضاء, انت هل عندك فضل في زول اختار يدوه في امريكا واللي يختاروا يبدو في اليابان واللي يختاروا يبدو في اسره في مجاهد افريقيا؟ ما في حد اختار لنفسه حاجه زي دي. دي تصريفات الهيه وده ده 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 تلاعب بالجينات. فيلا المشكله بتاعت الهويه دي غادت لما يسمى بالاغتراب النفسي عند السودانيين. اصبحت الجماعات السودانيه جماعات مغلقه. الفور مغلقين بيتزاوجوا مع بعض بس. كان جاهم واحد ادروب يقول لك ما بنديه. الجعالين لو جاهم نوباوي يقول لك ما بنديه. الدينكا لو جاء واحد نيميري ما بده ما بعرسه ليه. انا حببت من النيمان الاماويين بالرضاعه وانا رضعت 4 شهور. اهلنا النيمان دين زمان كان جاهم خواجه ما بعرسه ليه. يعني شو السودان عندهم انفه كده وعزه نفس كده غريبه جدا جدا. قلت لك الدينكا الدينكا شوف نفسه احسن من الالماني. ما في كلام, خلقوا الله براه بس براه وخلقوا الله خلاص. يلا جماعات دي عاشت مغلقه. لما الجماعات تعيش مغلقه وما تتزاوج وما تتداخل بتحصل ازمات الصغة بيناتها. الان جماعات السودان في ازمه صغة بيناتها, ما في حد بيثق في احد. ده يقول لك والله ده جلابي ده دارين ياكلونا, ده يقول لك والله ده الناس الغريب دارين يقتلونا. الكلام كانوا مرددين كذا للشماليين, اعملوا حسابكم الناس الغريب ده ناويين عليكم يطبحوكم. الكلام ده كان موجود صح؟ تقليد كمان برضه. شو يقول لي ده والله ده ناويين نعمل لكم كذا. فعاشت الجماعات دي عاشت بشكل مغلق. حتى الشكل العنصر ذاته الناس لازم تعترف في السودان استمر الحكايه. تقول للزول يا عبد زول ازرق اه الناس تتكلم يقول لها خسكت يا عبد صح؟ الكلام ده حاصل ولا ما حاصل كان؟ الكلام ده احنا في زماننا احنا عجايز كان منتشر شديد. لكن هسه الحمد لله شايف الحكايه دي زالت وشايف الناس بدات تتداخل وتتزاوج. والسبب الرئيسي انه الحروبات والمشاكل الاقتصادية هي دمرت السودان. لكن من جانب ثاني قدمت لنا حاجة إيجابية, خلطت السودانيين يتخطوا في خلاطة
انت الان جيت مثلا من جبال النوبه مهاجر من الخرطوم تحت ضغط المعيشه او مجتمعك المحلي ضربته الانتروف مثلا جيت هنا الخرطوم عشان تسكن ما بتختار بتلقى البيت المناسب السكن القريب للمحل بتسكن فيه ما جا النوبه كلهم سكنوا ليه في حله واحده قالوا لي حله النوبه ساكنين فيها براون ولا جا الفور براون ولا جا عاديين براون تلقى الحله بقت فيها تشكيله ده فوراه وده دروب وده نوبه وده كده وكده والسودانيين طبعا عاطفيين اول ما جا رمضان تلقى الصواني طلعت تعال الناس اللي قاعدين تلقاهم مختلف المشارك انا شخصيا مثلا جيت طالع الشارع الصباح عشان امشي الشغل بتاعي لقيت جاري ده عنده وفاه انا كسوداني ما امشي الشغل بقعد بقى انا قاعد في بيت الذكر صح بقى الخرطوم دي هي دامت قربت الجماعات الى بعضها وخلتها تتفاعل في محلات العمل وكلكم لو لاحظتوا في امكن عملكم بتلقوا في مختلف الاشكال من السودان وتلقى نفسك انت مضطر تتعامل مع سودانيين لا اهلك لا بتعرفهم ولا اقاربك لكن بعد شيء بتكتشف انه في روابط مشتركه بينك وبينهم بتكتشف انه في تعاطف بتكتشف انه صاحبك ده الادرومي ده ها وانت من الفون جاكلوا من الادروم بعد شوية بتكتشف انك لو زرت لو غاب بتشتاق لهم وهو بيشتاق لهم بطريقة تليفون بعد شوية يقول لك يا اخي والله فلان ده عنده ابوه جده ومتوفى عجوز في البيت بتلقاهم كلكم محل عمل ركبتوا عربية ومشيتوا ده اللي عملته الخرطوم خلت المجتمعات السودانية تتداخل هسه على الاجيال الجديدة من الشباب الجدد ديل الصغار ديل طبعا احنا لاحظنا ما عندهم اي عنصرية خالص ما عندهم ولا بعرفوا حاجة اسمها بتسأل بتقول لك يا ولد ده يبقى لك شنو؟ يقول لك يا اخي والله ده قريبنا يا عمك يا اخي ما فاضي عشان يفتش جزوره ولا ينتموه ولا هناي ولا 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 كان في عمك بيتكلم مع اولاده يقول لهم اسمعوا انتوا قاعدين قاعدين انتوا احسن من كل الناس وكذا بعد شيء عمك سال الفريق مشى يصلي انا سمعت الاولاد قال لا والله عمك ده يجي كذا والله زول مخرف سايق يا اخي الله يسير قاعدين دول هم ذاته شوف يعني هسه على حصل في الحراك ده كان هو اول حاجه يعني ما نبت فجاه ما كان نبت شيطاني انما نتج عن التعايش وزي ما ذكرت لهم كلام بتلقوه في محل العمل بتلقوه في الحله بتلقوه في المواصلات الناس الفت بعضها والناس اتعودت على ثقافات بعضها حتى ظهرت يعني لغه مشتركه لغه بتلقى فيها يعني مثلا لغه بتاعت الراندوكو في العاصمه طلعت مصطلحات بيقول لك مصطلحات شماشه وده يا حنك وهناي وكده لا في الواقع دي لغه زي اللغه بتاعت الاردو لغه الاردو في شبه الغرب الهنديه في 700 جنس عشان يتفاهموا مع بعض مشكله خلقوا اللغه بتاعت الاردو قبل 150 سنه بس الاردو هنا الخرطوم اتخلقت فيها لغه جديده لانه حتخش على مفرده من دارفور بعد شويه حتخش على مفرده من ادروب بعد شويه حتجي مفرده كل زوجه شايل ثقافته والناس الداخل سوا وبالتالي الحراك الشباب ده يعني الله عافاهم من العنصريه وعافاهم من الكراهيات ومن عيوبنا احنا الكبار ومن الشكوك والظنون انهم اتعايش في الحله لو بتلاحظوا من الاطفال الصغار بيلعبوا في الشارع ما عندهم اي فروقات طبقيه مثلا ده ابوه غني جدا جدا بيتهم طابقين ومرفه ويش وده البيت بتاع جالوس بتلقى الاطفال ده بيلعبوا لانهم ما بيفكروا لحكايه القروش دي ما بيفكروا حكايه انه ابوه غنيان وابوه فقير كذلك برضه ما قاعدين يفطروا الاطفال للفروقات الشكليه بيناتهم او فروقات العنصريه أو اي شيء اذا التعايش هو المزج السودانيين وكمان الحمد لله بدات حركه بتاع التزاوج بدوا الناس يتزاوج يعني بقى دي طبعا نتيجه للضغوط الاجتماعيه برضه بقى البنات بايرات بقى انا بناتي قاعدات في البيت جاني زول بتقدر لما تقعد بايره بزوج يا اخي مش بيصلي وبيصوم زوج كويس بزوج يا خلاص وانتهى الموضوع كده الجماعات بدات تتداخل فدي من الحاجات الايجابيه اللي انا بسميها ثقافه الخرطوم اللي هي ثقافه كوكتيل او الثقافه المثاليه المفروض تسود في السودان ودي العوامل الاساسيه للوحده الوطنيه ودي الممكن توحد شعور السودانيين وتخلق منهم شعب واحد وجماعه واحده ذات اهداف واحده في اي اسئله يا اخواننا اي زول بيحب يعقب على الكلام دول يسال سؤال يتفضل اول حاجه كلمه السودان دي حقوق الانسان كلمه السودان ايوه فسر للناس كلمه السودان لا يمكن تفسير كلمة السودان ليش المسلم؟ الرجل يسأل عن مسمى السودان والله ده سؤال مهم جدا جدا مسمى السودان قبل ما أنا أجيب على السؤال ده طبعا الاسم ده عربي أساسا معروف اسم عربي هو لكن قبل ما أنا أجيب على السؤال ده ده أوريكم أسماء السودان الحقيقية أسماء السودان الحقيقية نحن وجدناها في النقوش الهيروغليفية
قبل 5000 سنة. أول حاجة السودان سمي حسب المناطق الواوات، وسمي مجة، وسمي كاعو، وسمي تاسيتي، ثم سمي كوش، خلاص، ثم سمي إثيوبيا. يعني هسه الاسم الماسكين والحبش دين دي اسم السودان القديم. سنة 1925 في اثنين فرنسيين علماء آثار فرنسيين مشوا للإمبراطور الحبشي هيلا سلاسي، كان الوقت ذاك الحبشي اسمه إبسينيا. قالوا لي يا أخي اسم إبسينيا ده اسم عادي جدا، في اسم مليان بالأمجاد مليان بالعظمة، الاسم ده اسمه إثيوبيا. قال لي الاسم ده مذكور في التوراة 26 مرة، خلاص. والاسم ده اسم عظيم، ملوك وبعنق ودراغة، اللي هو ده الاسم اللي اطلقوه اليونانيين على السودان، كانوا يسموه اثيوبيا ومسمين السودانيين الاثيوبيين ذوي الوجوه المحروقة، اي الناس السود او السمر بالتحديد، خلاص. جايك لك مسمى السودان، والله جايك له. انا حاجيك له واديك الفرصة ان شاء الله. قام هلا سمعت قال له كان الاسم ده حق السودان، قال للسودانيين الاسم ده تخلوا عنه. طوالي قام مسكوه وغير اسم الحبشة لإثيوبيا. هسه شعوب العالم كلها لما يسمعوا كلمة إثيوبيا أي حد بيقراها في التوراة بيفتكروا هذه الحبشة، ما عارفين إنها هي السودان. أما اسم السودان ده، اسم السودان ده فيه كلام إنه هو قديم خالص برضه، ما عربي، خلاص. وفي كلام إنه الاسم ده أطلقته الوثائق البريطانية على السودان، وناس الخديوي وديل وميزوا به السودانيين. لكن اعظم اسم للسودان هو كوش، طبعا كوش بتعني ارض الاطغياء، ارض الاطغياء كوش. طيب سامان، انا حقيقه قريت في هناي ان اسم السودان ده هي الترجمه بتاعتها ارض السود، يعني دي هنا جاءت كلمة السودان من أرض اللي هي تعني أرض السود، ولذلك يعني فعلا نحن كلنا سود، ما في اثنين ثلاثة. فهنا بعد تعني من ضمن الملوك بتاعتنا في الملك كيتشا، ده ما ذكرته، كيتشا كاشتا طبعا ملك عظيم جدا. كاشتا ده هو كان في مملكة اسمها كورو، وكاشتا ده هو الفتح مصر، فتح مصر. كاشتا ده هو والد بعنقي تقريبا او اخوه، هو اللي فتح مصر. والغريبه لما بعنقي كاشتا طبعا فتح جنوب مصر منطقه الاقصر طيبه العاصمه القديمه، لكن بعنقي جت ماها لغايه الدلتا فوق. الغريبه انه بعنقي ده هو ذو الاسود، لما مشى فتح مصر المصريين هللوا له، المصريين كلهم مرقوا، الفراعنه كلهم، الشعب الفرعوني كله خرج من كل اي مدينه وصلها مرقوا بهللوا له تهليل شديد جدا جدا، باعتباره ما غريب ولدنا ولد البلد، لانه الاجناس كانت ساكنه في مصر اساسا ما كانت اجناس بيضاء. المصريين العايشين في مصر هسه دين هم نتاج الهجرات تحت اليونانيين والاتراك والعرب والمماليك والانجليز، كل زوج مصر دي يعني خلى جزء من ذريته يتفاعل فيها هو شيء. المصريين الاصليين اقربوا لهم الصعايده، حتى الصعايده لونهم زي لون ذيك، وفي ناس سود، ولو مشيتوا اسوان في زول مشي اسوان بقى اهل سود عاديين زي ناس جبال النوبه، ناس اسوان، وبتسمع الاغاني السودانيه لغايه الاقصر يعني طيبه القديمه. ف كاشتا ده كان يعني ملك عظيم جدا جدا. كاشتا ده هو اللي اشتق منه اسم كوش، او اسم كوش اشتق من كاشتا، خلاص. وجاب عنخي طبعا فتح مصر، وبعنخي بعده مسك شفكة، وبعده مسك شبتاكة، بعده مسك ترهاغة. ترهاغة كان موجود في السودان لما أخوه شبتاكة كان داير يتوفى أو كان في حروبات مع العراقيين والأشوريين، رسل له وقال له تجيني حالا ويتحرك، وقال أنا اتحركت من السودان من تاسيتي، سمت تاسيتي ما قال كوش، تاسيتي، قال بناء على دعوة الملك إن أجي لمصر. وجو معه قوة ضخمة جدا جيش، ولما نوصل مدينة منف الملك توفى، أخوه توفى، فقال توجد ملكا في منف عندما طار النسر إلى السماء. شوف التعبير بتاع ترهاغة ده كيف، ما قال أخوه الملك مات، قال عندما طار الصقر إلى السماء، يعني صور أخوه شنو كصقر. وهؤلاء الملوك برضو غير الصقر برضو كانوا صوروا نفسهم كتيران تور،
يعني 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 ترهاق بقول لك انا ثوري تاسيتي بعد اقول لك انا ثوري كده. لاحظوا اهلنا الجنوبيين بيطلعوا على الراجل القوي اللفظه بتاع التور في جبال النوبه برضه بيسموه تور برضه في الاغاني بتاعت الشمال منطقه الجعالين ده برضه بقول لك الراجل ده تور. دي 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 دي, دي, دي رواسم قديمه عند السودانيين يعني. فا ده كاش ده اللي سمد عليه كوش مملكة كوش. نتبادل شوية محمد. أنا دار أعقب شوية على الاسم اسم السودان. أستاذ سأل عن اسم السودان. اسم السودان أول حاجة قبل ما يعني زمان وادي النيل ده في أغلب أوقاته كان متوحد كان واحد وكان اسمها كيميت. كيميت معناته الأسود. نحن جزء من كيميت. كوش جزء من كيميت. حاجة مهمة. بعد ذاك بعد فترة من الزمن جينا سمينا كوش. كوش نفسها عندها معاني. عندها معنى الروحانيين أو الأرض الأتقياء زي ما قال الأستاذ. وفي بعض معانيها برضو الأسود. بعد ذاك في مرحلة تانية سمينا مع اليونانيين سمونا الأثيوبيث. أو الأثيوبيين. الأثيوبيين شنو؟ أصحاب الوجوه المحروقة، يعني الناس السود. تجي بعد ذاك تاني تلقى أنه نحن لما جينا في السلطنة الزرقاء عملنا المملكة دي أو السلطنة دي سميناها السلطنة الزرقاء. الزرقاء دي عند السودانيين هي السود. السلطنة الزرقاء. وبعد ذاك جه اسم السودان. أنا أفتكر أنها هي كلها اسم بمعنى واحد لكن بلغات مختلفة وبتعبيرات مختلفة. ده اسم السودان. طبعا هو اطلق في فتره معينه اللي هي الفتره بتاعت الفتره بتاعت التمصر العربي. يعني العرب بعد ما افتتحوا البلدان حصل نوع من التمصر. دخل نوع من التزاوج بين اللغه العربيه ولغات ثانيه. ظهر فيها حرف الالف والنون دي اللي ظهرت منها ايران وباكستان وخلافه. من ضمنها كان افريقيا بيقسموها على اثنين بيضان وسودان. البيضان هم الناس البيض الفوق في شمال افريقيا وسودان هم الناس السود التحت. عشان كده كان بيمتد حزام طويل جدا اسمه السودان بما فيها بما يضم تشاد ومالي و اجزاء من غرب افريقيا كان بتسمى السودان. لكن اختصر الاسم بعد ذاك على هنا لانه انا افتكر انه السودان دائما كان وجه افريقيا وكان بوابه افريقيا. ده بالنسبه لاسم السودان. فهذه الارض لنا ونحن ياهو باشكالنا دي وبتفاصيلنا دي زي ما قال استاذ الطيب. بس انا عايز استاذ الطيب يوضح لنا يعني شكل التكون ذاته. نحن تكلمنا عن المجتمع نفسه لكن شكل التكون ده تكون كيف تكون المجتمع السوداني الحالي بشكله الحالي الموجود بثقافاته المتعدده دي. السودان الحالي بدأ التكون بتاعه زي ما ذكرت لكم من نهاية العصر الحجري الحديث. ده آخر عصر استخدم فيه الإنسان الأحجار اللي هو يعني تقريبا انتهى حوالي 1650 في شمال السودان. هنا في وسط السودان حوالي 1650 وانتهى في شمال السودان حوالي 3000 قبل الميلاد. دي المرحلة اللي تكون فيها السودان. السودان باعتباره بيقع في موقع مفصلي بين جنوب وشمال الغارة. موقع مفصلي يعني كده في النص. هو دائما كان أرض الهجرات بين شمال إفريقيا وجنوب إفريقيا. يعني دخلت شعوب كثيرة جدا جدا غاضمة من أعماق إفريقيا جوا وخرجت منه ودخلت هجرات من الشمال وخرجت منه لأن الإنسان كان في حالة حراك. لكن بنهاية العصر الحجري الحديث بدأت التكوينة تستقر وبدأت الملامح بتاعت القومية السودانية أو الهوية السودانية تتكون. أنا قبل ما أجاوب على السؤال ده قبيل كنت تكلمت عن المسألة بتاعت الهوية دي. قلت إنه الأنظمة الشمولية يعني الأنظمة العسكرية والسياسية كلها تبنت النموذج العربي والإسلامي. كنت دا أتكلم عن إنه الأنظمة دي حاولت تدمر الثقافات المحلية لصالح الثقافة العربية وبس. أنا مش بقول إنه الثقافة العربية سيئة أو أبدا نعتز بها أو أي حاجة. لكن أنت تقوم تجي بطريقه منظمه تحاول تقضى على المجتمعات المحليه، تقضى على اللغات بتاعتها، تقضى على عاداتها وتقاليدها. الكلام ده فيه خساره كبيره جدا للسودان، خساره ثقافيه كبيره جدا. قبل اخونا طارق الباشا اتكلم قال لما نكون في اي معرض في العالم
لما تجي الفرق السودانيه المعرض كله اول المسابقات كلها والاسهامات كلها الناس كلها بتجي المحله السودانيه دي السودان بيفوز لانه عندهم حاجه جديده خاصه بهم هم يعني انا اتذكر انه في اسبانيا جابوا فرقه من جبال النوبه ما بتصدقوا اليابانيين مرسلين تراث والهند مرسلين تراث فرق الفرنسيين كل الثقافات دي جات لكن اول ما اشتغلت الفرقه بتاع جبال النوبه دي المعرض ده كله اتجمع في مكان واحد لانه انت لو شاهدت لك رقص بتاع فرقه من جبال النوبه هتسترع انتباهك تماما ما حد يقدر تمشي ما حد يقدر تمشي يعني حاجه جماليه مشبعه بالجمال مشبعه بالتعبير يعني حاجه ما اعتياديه اذا احنا الثقافات المحليه دي زي الثقافات في جبال النوبه مثلا الرقص الشعبي بتاعه ده في دارفور مثلا في الانقسنا الرقصات بتاعت المحس الرقصات بتاعت الجنوبيين دي كلها ثقافات احنا المفروض نحافظ عليها وننميها ونطورها لانه بتعني التنوع والتنوع بيعني القوه كل ما ثقافتك كانت متنوعه كل ما انت بقيت اقوى واصبحت اقوى الثقافات المحليه دي نديها حقها في التعبير يعني اخواننا مثلا انا والله قاعد اسال دائما اقول ليه التلفزيون ما فيه مذيعه نوباويه نادر ما شفتها جيبها يا اخي جيبها ليه؟ لانه انت كده تكون اديت الناس احساس بانه كلهم مشاركين ده اعلام قومي اعلام قومي ما اعلام غفلي ما اعلام جهوي بتاع جهه معينه ده اعلام مفروض يمثل السودان كله مفروض اجيب لي مذيعه من جبل البحر الاحمر ادروب يجيب لي مذيعه من جبال النوبه واحده من دارفور بالاضافه الجعالين يعني اخلي ما بقول محاصصه قبليه ولا احنا دارين قبليه لكن اراعي التنوع اراعي التنوعات في السودان بحيث ان الناس كلها تحس بانها هي عندها وطن ومشاركه فيه المجتمع السوداني ده بالرغم من الاختلافات الموجوده في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب وفي الشمال لكن بعد كل في روابط خفيه في روابط خفيه تربط بين كل السودانيين كما ذكرنا اولا روابط خفيه الروابط دي يعني بعض الاحيان انا ما بقدر ابينها هي احساس ممكن تكون بتحسسك انه ده سوداني زي الماشي ده وده سوداني وده سوداني فالمجتمعات دي يعني العايشة التاريخية في الممالك بتاعت الفور ممالك البجا ممالك النار الممالك بتاعت العبد الله كانت بتتفاعل مع بعضها وكونت المجتمع السوداني الحالي يعني. طيب استاذ تقبل اتكلمت يعني شايف انا من 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 قبل ما تيجي المحاضره شايفك شايل الصوره بتاعت الكنداكه واغلب الناس بيشيل ورق مكتوب انت شايل ورقه مرسومه وتغطى على نفسك لانه اضطريت تتكلم كثير وتشرح كثير يا ريت تشرح لنا برضو يعني شنو الصوره دي وشنو كنداكه وابرز الكنداكات السودانيات طبعا دي الصورة بتاعت الكنداكة يعني شايفينها انتوا هنا صورة المرأة المحاربة يعني لو بتلاحظوا في الصورة دي في ملكة وفي أسرة تحت الأسرة مربطين بحبل من الوسط حبل واحد في وسطهم لو بتلاحظوا ليهم ومربطين بحبل برضو في أعناقهم والملكة دي خاطة الحربة خاطة الحربة في نصهم بالضبط الكنداكة دي اسمها مكتوب فوق بالهيروغليفي وباللغة المروية برضو بالهيروغليفي اللي هي اسمها أماني شيختي دي من أعظم كنداكات مروية الكنداكة بتعني الأمهات الملكيات أو الأخوات الملكيات اللي هي المرأة المحاربة أو الملكة المحاربة نتكلم عن الكنداكة دي قبل ما نتكلم عن تاريخها لاحظوا الأزياء بتاعتها اللابسها مثلا لاحظ التاج التاج فوق فيه الروزية بتاعت المملكة وده سموه التاج الكوشي التاج الكوشي محتوى على اثنين كوبرا تعرف الكوبرا؟ اثنين كوبرا يعني ثعابين اثنين بيكونوا قدام اثنين كوبرا اللي هي قدام في التاج ده رمز لحكم مصر والسودان لانه هؤلاء الكنداكات بيحكموا مصر بيحكموا السودان باعتباره بلد واحد وبنلاحظ مثلا انها لابسه العقود بتدل على الزينه بتاعتها ولاحظنا فخامه الملابس بتاعتها يعني الملابس دي كانت قبل 4000 سنة تصنع في السودان ده توبة هاي تصنع في السودان لاحظ بيها ولاحظ بنظرتها ولاحظ بالأسئلة الموجودة فيها في تاريخ السودان كان في عدة كنداكات يعني عدد كبير جدا من الملوك الكنداكات مثلا من أشهر الكنداكات كنداكة اسمها أماني ريناس في كنداكة اسمها أماني تيري في كنداكة اسمها أماني شيختي
أماني جاي من آمون، الإله آمون. الاسم الأول لقب بتاع الإله، ثم بعد ذلك بيجي الاسم بتاع الملكة. الملكة أماني شيخت دي كان عندها أكبر هرم من الإهرامات بتاعة مدينة مروي في البجراوية. في سنة 1842 جاء حرامي إيطالي، الحرامي جاء في شكل طبيب مع حملة محمد علي باشا. الحملة لما وصل السنار هو استأذن من الباشا وقال لي أنا داير أمشي أعمل أبحاث تاريخية في منطقة مروي جنب شندي العاصمة في المدينة الملكية. الرجل ده كان لص، كان معه صاحبه اسمه ستيفاني. أول حاجة مشى مدينة اسمها ودبانقة. ودبانقة دي بتقع جنوب شندي، مشى حفر فيها. ودبانقة دي كانت الميناء بتاع الجماعة دي، كانت الميناء الميناء النهري. مشى حفر في القصور وحفر في الخرايب وما طلع بأي حاجة. بعد ذلك سمع بأنه في منطقة اسمها المصورات. المصورات بتقع 30 كيلومتر شرق النيل. يتحرك هو وستيفاني في مسيرة حوالي 8 ساعات وصلوا للمصورات. في المصورات قام استأجر له عمال من الجعاليين زي 15-16 عامل، جابوا واختار اختار بعض القصور وبدأ يحفر فيها وبرضه ما توصل لنتيجة، ما لقى كنوز. من هناك يتحرك للعاصمة اللي هي مروي. مروي القديمة جنب شندي، شمال شندي طوالي البجراوية دي العاصمة القديمة. مشى الاهرامات تحت البجراوية، يختار أكبر هرم. أكبر هرم عرف إنه ذا الهرم اللي حيكون فوق أكبر كنز. بدأ يفكك في الهرم، طلع العمال فوق وبدأ يفكك في الهرم. الهرم ده حجارة مرصوصة رص. الناس ده شغالين يوم كامل بفككوا الهرم من فوق إلى أسفل. وهو وصاحبه الإيطالي الثاني خاتين بنادقون وقاعدين في ظل بتاع هرم تاني، والعمال ده شغالين فوق، عنده خدام قاعد مع العمال فوق. بعد شوية في حجر ضخم جدا وقع من أهل على الحرم جوا وكشف عن غرفة. طوال الخدام نادى فرليني قال تعال، الهرم ده اتفتح. فرليني وصعب طوال أخذوا البنادق بتاعتهم وهددوا العمال ونزلوهم بقوة السلاح، نزلوهم من الهرم فوق وطلعوا هم بدلهم. شفت الخبص ده كيف؟ طلعوا فوق وبمساعدة الخدام ده نزلوا بحبل جوا الحجرة بتاعت الملكة دي. الحجرة دي 3000 سنة كانت مقفولة، 3000 سنة كاملة مقفولة. لما دخلوا جوا لقوا كمية هائلة جدا من الكنوز، صناديق، صناديق مليانة ذهب، مش ذهب عادي، ذهب مشكل بشكل رائع جدا. الذهب الآن كله مسروق موجود في أوروبا في ألمانيا الآن. وبعدين لقوا الملكة دي ممددة في عنقريب، نفس العنقريب السوداني الحالي، مما يدل ان السودانيين الحاليين ده نفس الارث القديم عندهم. المرأة دي مغطية بتوب بتاع حرير وتوب بتاع قطن، توبين. لما هبشوا التوبين ديل بقوا رماد، لأن التوبين ديل أساسا قعدت 3000 سنة. طلعوا كل الحلي الذهبية اللي هو لابسة ذهب كده كده، كل مكان كله شالوه، عبوه في شرط جلدية وعبوا الذهب في الهرم ده كله، عبوه في الشنطة الجلدية. وجو قالوا طلعوا للعمال فوق قال لهم ما لقينا أي حاجة، ما في حاجة، خلوه قبل الشنطة خلوها قبلها. وقالوا العمال خلاص استريحوا، الوطن مغربت. عشوا العمال، عمال اتعشوا، قال لهم شنو بعيد هناك، العمال ما شنو، عمال ناموا. الناس دي صاحيين الخوايا دي حوالي الساعة 12 بعد ما تأكدوا إنه الناس دي ناموا خلاص، قاموا بالراحة طلعوا خشوا الهرم من فوق ونزلوا الشنط الثقيلة دي بالحبال وجابوا الجمال بتاعت العمال ده ذاتها ورفعوا فيها الكنز ده وطوالي اتجهوا نحو مصر. هربوا، حتى العمال مدوهم قروشهم حق اليومية، مدوا لهم. طلعوا بها مصر، ومن مصر طلعوها كيف ايام الخديوي وباشا والخديوي اسماعيل ديل، هربوها بسفينة الى بريطانيا. هناك فرلين عرض الكنوز بتاع الملكة دي، عرضها للبيع. الجماعة شككوا فيها، قالوا دي كنوز دي مزيفة، أبو اشترى منه. عرضها في باريس ما لقى زول اشترى منه. في النهاية عرضها على الإمبراطور الألماني اسمه فردريك فيلهلم، عرضوها عليه. فردريك فيلهلم رفض اشتريها. جاء واحد اسمه ريتشارد ليفسوس كلم الإمبراطور قال له يا أخي أدينا فرصة نتأكد من المسألة دي. رسلوه ببعثة، بس ليفسوس دي جات مدينة مروي هنا
وشافوا الهرم وطابوا الرواية بتاعت فرليني مع المصهر بتاع الأرض والإهرامات وتأكدوا إنه الكنوز دي حقت الكنداكة أمان الشيختي. الإمبراطور اشترى الكنز ده من أعظم الكنوز الموجودة في المتاحف الأوروبية، كمية هائلة جدا من المجوهرات كانت تبع الملكة دي أمان الشيختي دي. بعد ذاك لبسوزة طبعا جيته دي نفعت التاريخ السوداني صراحة، مع إنه ناس مستعمرين. لبسوزة ده قام عمل خرائط لكل مدينة مروي قديمة العاصمة، ومشى مدينة النقعة جنبها في إغليم شنتي ذاته، رسمها كلها، رسم النقوش، رسم الحجارة، رسم ملامح الملوك، ومشى المصورات رسمها، ومشى وتبنقة رسم الصروح ورسم الآثار. أغلب الحياة الرسم الخواجة لبسوزة دي الآن وقعت وانهارت. لحسن الحظ ما قدرنا نتعرف على إلّا من الدفاتر أو المجلدات الضخمة لعمل الخواجة ده. فده تاريخ المردي أماني شيختي. الكنداك العظيمة الثانية هي اسمها أماني تيري. أماني تيري دي ده حبوبتها، لأن أماني شيختي حبوبة أماني تيري. الكنداك أماني تيري ومعها زوجها اسمه ناتا كماني. ناتا كماني الاثنين دين الكنداك أماني تيري والملك ناتا كماني رمز للحب والعشق السوداني والوفاء السوداني. ما في كل الرسوم وفي كل الصور وفي كل المعابد ما كانوا بنفصلوا عن بعض، دائما بيصهروا بعض. كل الملوك الملك بيصهر براه والملك بتصهر براه، لكن الكنداك أماني تاري وزوجها ناتا كماني بيصهروا دائما سوا في كل المعابد في كل الاحتفالات. وعندهم 4 أولاد، واحد اسمه شيركار وواحد اسمه أركارير. والكنداكة أماني تيري دي قبلها وقبل أماني شيختي دي كان في الكنداكة الأعظم اسمه أماني ريناس. في سنة 23 قبل الميلاد الإمبراطورية الرومانية حاولت تتوغل داخل السودان. الرومان رسلوا حملة احتلت إغليم إسوان، ومن إسوان اتحركت الحملة نحو الدكة وثبتوا قواعدهم هناك على أساس إنه بعدها يخشوا استعمروا السودان. الإمبراطورية الرومانية كانت زي بريطانيا استعمر العالم كله، كان في قوتين في العالم، الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. الرومان كانوا محتلين العالم كله. فلما وصلوا منطقة إسوان والدكة احتلوها، الكنداكة رسلت رسل لهم وقاموا خادعوها وقعدوا. صراحة الكنداكة ما قدرت تتحرك لأن الرومان كانت قواتهم قوية جدا. في سنة 23 الحاكم بتاع إسوان قام رسل حملة إلى اليمن، سحب حوالي 10,000 جندي من إسوان ورسلوا لليمن. الاستخبارات السودانية الكنداكية رسلت رسالة للملكة الكنداكة ماريناس في مروي، قالت لها القوة الرومانية في إسوان بقت ضعيفة، طارت تحركت ب 30,000 عسكري. 30,000 عسكري تحركت، مروي كان بتجند 250,000 جندي في يوم واحد، لكنها أخذت لها 30,000 جندي واقتحمت الإغليم ده كله وهزمت القوات الرومانية وطلعتها من مدينة لمدينة لمدينة لغاية ما دخلتها مصر جوا. انهزموا الرومان شر هزيمة، اضطر الرومان يجيبوا قوات إضافية غفيرة جدا ودارت معارك تانية من جديد. الرومان انتصر فيها على الكنداكة، لكن الكنداكة انسحبت إلى مدينة نبتة وتاني عدد قواتها، وكان بغودة ملك ولد أمير ولد اسمه الأمير أكينيداد، وكان معها زوجها تريد قاس. فالرومان لما شعروا بالمزالة دي قاموا اتوصلوا لاتفاقية مع السودانيين مع الكنداكة أمان ريناس انه ما حيخش السودان، وانه الحدود تثبت في منطقة الدكة او جنوب اسوان طوال، وانه الرومان اسمحوا بالتجارة، وانه والاتفاقية كانت في صالح السودانيين تماما. ومن اليوم ده اسم الكنداكات اشتهر في اوروبا واشتهر في العوالم الخارجية. شكرا يا استاذ الطيب. طبعا الغريب انه اسم الكنداكة ده بيعرفوه غير السودانيين اكثر من السودانيين، الان السودانيين بقى يعرفوا اسم الكنداكة، لكن برا الاوروبيين بيعرفوا اسم الكنداكة وبيسموا به، وحتى هو الاسم بعد ما تخش عليه والتصريفات اللغويه بيقولوا له كانديس، حتى الان بيسموا كانديس كاسم للفتيات وكذا باعتباره اسم عظيم. الكنداكة مان ريناس كنداكة عظيمة جدا قدرت تقيف في وجه الإمبراطورية الرومانية في أوج عظمتها، وقدرت تهزم هزيمة شديدة جدا. في النهاية ما لقوا معاها حل غير أن يعملوا معاها اتفاقية
بتمثل واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية في العالم اللي هي الاتفاقية بتاعت جزيرة ساموس، وبناء عليها حددت حدود وتحددت تفاصيل وبنود واضحة جدا التزم بها الطرفين، لكن بعد هزيمة كبيرة جدا بعد ما هي قدرت أنها يعني تطرد الرومان من كل أراضيها حتى أسوان، وحتى التمثال الموجود للإمبراطور أغسطس الموجود في أسوان كسرت رأسه وجات خدته في المدخل بتاع المعبد، عشان كل يوم هي طالعة تدوس برجلها وهي نازلة تدوس برجلها، وكانت مرة والنسوان ورا كانت كنداكة تمام. وديل نحن بنفتكر كل بناتنا هم دي تفاصيلهم، وأنهم كلهم دي شجاعتهم، وأنهم كلهم قادرين يمثلوا دور الكنداكة مرة وثانية وثالثة ورابعة. تحية لكل كنداكة في الثورة النجيلة دي، أتمنى أنه الناس ازداد وعيها بالتاريخ السوداني. أنا بس دارز أستاذ الطيب، ليه التاريخ ده مغيب؟ أغلب التاريخ ده الناس متفاجئة به وما عارفه، فالتاريخ ده ليه غريب بالنسبة للناس السودانيين تحديدا؟ أنا قبل تكلمت عن الغربة الثقافية للسودانيين، للأسف أنا قبل تكلمت عن الحكومات اللي حكمت السودان كان توجهها إسلامي عربي، توجهها للجامعة العربية السعودية، أن إحنا عرب، كلام الفاضل ببساطة يعني يمكن يقول لك عادي بهذه المعقبات ما بحس بها حقا، لكن نكون أفضل الأفارقة نحن السودانيين دي، يخترنا نكون أسوأ العرب خلاص. فالحكومات دي غيبت تاريخنا، يعني تاريخ السودان القديم قبل دخول العرب السودان ما بيدرسوه في المناهج. انتوا هسه دي اول مره تعرفوا الكنداكه دي اسمها امانتيري، وديك اسمها امان ريلاس وبي وبعاقي ويشي، الحاجات دي في الكتب المدرسيه ما في، مغيبه تماما تاريخ السودان القديم الاصلي. التاريخ بيبدا بيوم مملكه الفوج لانها مملكه عربيه اسلاميه. الكلام اللي بقول فيه ده انا ما ضد العروبه والله، احنا اعتزنا باللغه العربيه وبالرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا عليهم، وما عندنا مشكلة مع العرب جيراننا وبس، لكن احنا يا اخي سوداني احنا فارغة، احنا اول حاجة فارغة، ثاني بعد يقول لي انت هندي احمر، يقول لي انت خواجي، يقول لي انت من السودان اول. فالحكومات دي غيبت الثقافة الافريقية غيبتها، يعني هسا دي احنا في المانية والتاريخ بتاع مصر الخديوي فلان والخديوي فلان وما عارف الشريف مكة والثورة العربية وتاريخ المغرب العربي والتحرر العربي من الاستعمار والاستعمار العربي للعالم الغربي للعالم العربي خلاص، لكن ما بتلقى في اي اشاره للتاريخ الافريقي السوداني الاصيل. انا اوريكم الاخطاء في مناهجنا، انا من الدويم من مختار رضا، قريت في مختار رضا زمان، في مختار رضا الكتاب المدرسي ده بتعدوا حي اسم الشعب، دي شعبة اللغة العربية دي كلهم ناس على مستوى دكاترة، بس عبد الله الطيب وغيره متخصص، ده شعبة الجغرافيا دي شعب ناس متخصصين. الكتاب ده كانوا يجربوه هنا احنا دي، عملوا له ستة مدارس بيجيبوا الكتاب ده بيدرسوه السنة دي، وبيجي المدرسين بيقعدوا يقرأوا الكتاب ويسجلوا الملاحظات عليه، ده قبل ما يطبع الكتاب خلاص. كان تعليم متوازن خلاص. في الثانوي وكانوا مدرسونا كان في كتاب اسمه التاريخ الافريقي تذكروا، درسونا اليوم فرق التوازن ده، مملكة بنين ومملكة كانوا والممالك دي كلها واكسوم، كان موجود الكتاب ده اختفى الان ما في، بدر درس اسمه التاريخ الافريقي ما في الان خلاص. جات المناهج الحالية دي اللي هي الحكومة الحالية دي بالذات توجهها اسلاموي عروبي نهائي، دي كمان طبعا فاتت الجماعة السابقين بعشرين جدعة، دائرة تعمل استعراب كامل للسودان كامل، حتى ذاتك انت لو اسود زي الليستك ذاته لازم تقول انت عربي تبقى عربي ما على كيفك صح؟ وانت طبعا ده تكون ناجم عن الجهل، يعني وانت الحاجة اللي بتدمر فيها دي حاجة حقتك انت، انت لما تدمر زي ما تدمر الثقافة بتاعت النوبة مثلا رقصاتهم دي، انت دمرت حاجة عزيزة في التراث السوداني، انت ما عملت حاجة حلوة. انت لما تكون ثقافتك واحدة بتكون ضعيفة، لكن ثقافاتك لما تكون كثيرة بتكون قوية، ده بسموه التنوع، بسموه التنوع الثقافي. حتى تخيل في الجينات الوراثية الأسرة الواحدة لو قعدت ذو قبيلة واحدة قعدت تتزاور طوالي بعد 20 جيل أغلب القبيلة بيطلعوا بلهاء، بيطلعوا بلهاء عاد عندهم تخلف عقلي وأمراض، لكن لما تتزاور تشتري زوج من قبيلة ثانية مختلفة تماما بتدخل جينات جديدة وبيطلع عناصر قوية، وده عناصر الثقافة السودانية. فالمنهج المدرسي بتاعنا
ركز على الثقافة العربية الإسلامية فقط وحاول إلغي وإمسح الثقافة الإفريقية، ودي كانت أكبر خسارة للسودانيين تغيب عن تاريخهم. لذلك أغلب السودانيين والله العظيم تحدث عن الكنداكات، يا ناس بتعرفوا ملك اسمه إزبيلتا، ده أول زول عمل انقلاب عسكري في السودان. في ملك اسمه العمل الانقلاب العلماني ده أركمان، أركمان ده أول من عمل دولة علمانية. هل تعلمون كانوا في كيزان في السودان قبل 3000 سنة؟ في اللي هم الكهنة بتاع الإله آمون، ده كانوا الكيزان بتاع الزمن ده، ده كانوا سيطرين على الشعب سيطرة كاملة، ووصلوا لمرحلة إنه ممكن الملك لو ما عجبه يرسلوا رسالة يقولوا الله يخبر بارح الإله آمون أو حالينا بإنك هو داير يشوفك في السماء، داير تجيب في السماء. ده معناته الملك شنو؟ يقتل نفسه وكلامه ما بيتكسر باعتباره هم اللي بترجموا وحي الإله. جاء الملك أركماني ده، أركماني ده قرى الفلسفة الإغريقية واليونانية وعاش برا السودان. لما بقوا ملك دخل في مشاكل مع كيزان زمان اللي هم الكهنة، قال له ده كده غلط وده ما بنقبله وده كده، وليه المعبد ده يشيل أراضي تحت المواطنين، وليه المعبد الناس يدفعوا له، وليه المعبد بتدخل فيه كده، انتم بحالهم. دخل معاهم في صراعات، قاموا طلعوا له الكرت الرابح بتاعه. طوار رسل له واثنين كهنة، قال له والله امبارح في النوم الإله آمون قال عاوز يقابلك في السماء. معناته شنو؟ معناته شنو؟ اقتل نفسك. بيسموه القتل الطغوصي، القتل الطغوصي اللي هو يتم في زول بيجي يقتل الملك بطريقه معينه. أركماني زول مفتح، يا ريت يكون مفتح اسمه برهان، بس المجلس العسكري اسمه برهان. برهان انا ما عارف يا حبيبي يفتح ان شاء الله. الله مفتح يا حبيبي، فتح عليك انا اللي عنده. المهم طوال أركماني ده جمع قوات طوال وحاصر المعابد، المعابد كانت فخمه جدا، كانوا اغنياء مرطبين على حساب الشعب والمعابد، قرضوا كلهم بس والله ما خلى اي كاهن موجود، والغى السيطره بتاعت الكهنه على الشعب، والغى الضرائب، والغى وضع قوانين للمساواه بين المواطنين، واقام الدوله العلمانيه دوله العداله. طبعا هؤلاء الناس هم كانوا بيعبدوا اله اسمه امون. يجي ناس بيقول لك الناس كانوا وثنيين، امون ده معناته وثني حجر، التمثال الحجري ده. يا اخواننا الوقت ده ديانات سماويه ما في، الناس كانوا بيجتهدوا بالفطره. التمثال ده هم آمون، ده اسمه الخفي، اسمه الخفي المامرئي، آمون الخفي ما بتشاف في العين. لكن المواطنين العاديين والناس العاديين المتعلمين ما بيستوعبوا فكرة إله خفي ما موجود، يقول لك وين ربنا دول بين نشوف زي بني إسرائيل. لذلك بيعملوا تماثيل مع هذه، بيقول لهم دي التجليات، تجليات عن الإله، لكن ده ما الإله، رمز ثاني على هذه الشكل دي كانت. لكن السودانيين برضو كانوا بيعبدوا معبود اسمه أبو داماك، أبو داماك ده هو الإله الأسد، كانوا مجدوا الاسد، الاسد رمز القوة، كانوا مجدين، وكان واحد يعني من غير العبادين. فالمنهج بتاع التعليمي الجديد المفروض يقام، اول حاجه انا ما بقول نلغي الثقافه العربيه فيه، لانه 80% من السودان الان بيتكلموا لغه عربيه يا اخواننا، ما بقدر يقولوا لك ما تتكلموا عربي، وما مشكله ما السنغال بتتكلم لغه فرنسيه، ما مشكله دي. وفي 20% بيتكلموها كلغة ثانية، صح؟ ما مشكلة، لكن لا بقول لهم تدخلون المنهج الإفريقي. احنا دارين التاريخ بتاع الفور، دارين التاريخ بتاع جبال النوبة، دارين احنا الفولكلور بتاعه، دارين العادات بتاعت مثلا، دارين الثقافات دي كلها. الطالب الصغير في المدرسة ده يعرف مثلا جبال النوبة دي تدرس مثلا كمثال، مش جبال النوبة على وجه الخصوص، أي منطقة في السودان، لأن جبال النوبة دي فيها 10 مجموعات لغوية، كل الناس بلغتهم براون، وفيها 10 ثقافات، كل ثقافة مختلفة من الثانية. النمم ثقافتهم ما زي ثقافة الكتلة، الكتلة مثلا ثقافتهم ما زي العجم، لكن كلها في النهاية تشكل حاجة واحدة، وهنا دي حاجة جميلة. الفلكلور بتاعهم رقصاتهم دي، ده ما مجرد رقص، ده تعبير. خلاص الكجور ده شنو؟ الكجور ده قوة روحانية، ده ما كفر ما شرك، لا الكجور ده مثلا عند أهل النمم، الكجور ده النمم بيعرفها الله وبيصلوا وبيصوموا أي حاجة، لكن عندهم الكجور ده هو قوة روحية بتتوصل بين الإله الأكبر. حتى فكرة الله ذات عندهم قبل الإسلام موجودة، موجودة عندهم أن الكجور ده هو قوة روحية، يعني زي الفكيه بيسموه صانع المطر. ندرسهم مثلا التاريخ بتاع الملك عجبنا، في زول بيعرف حاجة عن الملك عجبنا؟ في زول بيعرف حاجة عن الأميرة مندي؟ لا. هل تعرف مندي هنا من الأميرة مندي منه؟ ارفع لي يده. أنت أكيد عمك من الكيل. الأميرة أمندي بنت السلطان عجبنا، عجبنا منه
كنداك عظيمة. عجبني ابن أروجة بيسموه صانع المطر، صانع المطر. الملك عجبنا ده صورته موجودة في الإنترنت، أكتب الملك عجبنا تشوفه. والله العظيم تخاف لما تعايله صورته أسد بيجي متلفع بعلمة كيف في جلابية، والزول ده سلم نفسه بنفسه طبعا عشان ما يبيدوا جماعته. الأميرة مندي دي السلطان عجبنا ده غاوم الاستعمار البريطاني سنة 1917. بيذكرون المهدي، بيذكرون عثمان دقنة وعبد الرحمن النجومي وحمدان أبو عنجة والخليط ماله ما أفضل. لكن في المنهج الأمير عجبنا ما في توازن في المنهج، ما في. أنا بعرفه مش عشان هو نبابي، هو سوداني عشان هو سوداني. الملك عجبنا ده غاوم الإنجليز وهاجموا وأدعبوا تعب شديد جدا جدا. ظلوا سنوات بحاولوا يسيطروا على الرجل ويسيطروا على المنطقة وفشلوا. غاتل غطال الأبطال في النهاية لجوا لأنه سمموا الأبيار بتاعت الموية وحرقوا المحاصيل وقتلوا الغطعان وضربوا الجبال بالطائرات بالغازات السامة عشان الناس خشت جوا الكراكير تفك لهم غازات سامة يمرقوا برا تتلقاهم الرشاشات المكسيم. ابنة الأميرة مندي كان عمره 17 سنة لما خلاص السلطان اتحاصر ربطت بنتها في ظهر ده وكسرت القرع عندها النمن. المرأة الأميرة أو الغاية لما تكسر القرع معناته خلاص الموضوع انتهى، تاني ما في راجل بيقيف. والنوباوي أصلا من أفضل أجناد الأرض، أصلا روح قتالية أساسا، عبارة عن روح قتالية. طوال الناس كانوا مقاتلوا اللي كده كلهم طلعوا معاها وظلت تغاتل في المعركة وتصرح في البريطانيين إلى أن أصابت رصاصة ولدها وهي في ظهرها، ولدها مات وهي في ظهرها وما جابت له خبر لغاية ما أسروها، ولدها ميت وهي بتغاتل. في النهاية طبعا الملك عجبنا لما شعر بأنه أهله ماتوا كثير وفي خيانات حصلت وحاجات بالشكل ده سلم نفسه للبريطانيين وجابه نفسه مشى ودخل المعسكر بتاع البريطانيين. كانت صدمة بالنسبة لهم، الناس صدموا تماما لأنه ثلاثة جنرالات من عظام الجنرالات الإمبراطورية البريطانية صرعوا من الرجل ده. لما سلم نفسه وجاء دخل المعسكر كانت عملية صادمة لكل القوة الموجودة في المعسكر، القوة البريطانية. وودوه الأبيض وفي الأبيض قال له أسمع، وعجبوه جدا قال له احنا ما هنقتلك ولا اي حاجة، انت تبقى أمير على كل جبال النوبة ونعمل لك بيت فخم ونعمل لك نحاس ونديك حرس وتاخذ مرتب عالي جدا جدا وتشتغل معنا احنا الإنجليز. قال له أبدا أنا أساعد مستعمر على حكم بلدي أبدا، إعدام بس. قال له لما جاء يعدموا نادى أخته قال لا بعدين طلعوا السروال بتاعي ده، لأن الناس بيعدمون بيفقدوا السيطرة على البول. في ناس لما يعدموا خلاص ما بيبول عديل، وفعلا لما ما طلعوا سروال كده ده زي ما تحبوه نفس الحكاية حصلت. يعني شوف الناس واجهوا الموت كيف، ده في تاريخنا ما مذكور يا أخواننا. هسه أنا أقول لك أيوة والله العظيم أقسم بالله آلاف الناس قاعدين هنا بعرفوا السلطان عجبنا ابن أروجة صانع المطر خالص ما بعرفوه. ومنو الفكر ميراوي ده وين برضو تمرد، السلطان يامبيو برضو غاطر البريطانيين برضو تمرد، كثيرين كثيرين جدا جدا مش متحبوه بس كلهم ما مذكورين في التاريخ، ما مذكورين في التاريخ. احنا عشان نصنع أمة موحدة لازم نتعامل مع تاريخنا كتاريخ واحد. تاريخ الفور انا جعل الكتاب كده حبوبتين جماوية بالرضاعة، لكن طبعا بالرضاعة شهرين انا ده جعل ده. كطالب لازم اعرف تاريخ جبال النوبة، لازم اعرف تاريخ الانقسمة، لازم اعرف التاريخ بتاع البجة، لازم اعرف تاريخ الشوايقة المحس، اعرف كل التواريخ. بالتالي توازن في المنهج، بالتالي السودان اللي بيطلع ده بيطلع سوداني ما بيطلع شايق ولا بيطلع نوباوي ولا بيطلع فوراوي. وزمان خلي الفرح قال شنو قبل 55 طبعا. فنحن يعني نقول من اجل الامه من اجل الشعب، الشعب والامه فوق القبيله والطائفه، ده تاريخنا. وده كلام عن المنهج المدرسي، يعني لازم يتضمن تاريخ السودان ثقافات السودان بيكون لها يعني احترام ليها يعني محترمه. وهسه انا بقول لكم حاجه، يعني في مهرجان بتاع الخرسانه هناك في جبال النوبه بنجي كل الفرق من جبال النوبه، والله العظيم حاجه يعني ما بتصوروها اصلا. انت ما بتطلع
إذا جيت من الصباح ما بتطلع وما بتحس بمرور الوقت من شدة المتعة. بعدين لما تجي هناك شفتوا زي الاعتصام ده، تلقى الناس اللي بيقدموا مويه للناس، تلقى الناس المرشدين منظمين جدا. المهرجان ده والله كان بيغام طوالي، لكن الحكومة دي وقفته لهم كم مرة لأنه مهرجان قومي، وبيجي فيه ممثلين، بيجي فيه ممثلين أنا شخصيا جيت مثلت فيه، ما في زوجة قال لي انت أحمر ولا أخضر ولا هنائي. أول ما فيه ناس برحب بيكم والله العظيم. أنا شاركت في المهرجان ده وشاركت مع الأخ طارق برضو في تعال أهلنا العجم قديد، ما في زوج بيقول لك لا 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 يا أخي. وأثناء ما قاعد كده على شايف قتل البنت لقيتها ما في، البنت صغيرة عمرها زي 13 15 سنة، في نهاية لقيت البنات ساكنة فتلت عن المنهج. شكرا أستاذ الطيب. أنا طبعا مفتون جدا بالأميرة مندي وبقصتها، أفتكر أنها واحدة من القصص العظيمة المفروض يعني كل سوداني يكون عارفها، وكذلك مفتون بقصة أركماني. بيفتكروا طبعا الأوروبيين يفتكروا أنه أركماني أو يعني هم اعتبروه يعني أول علمانية تقوم في الأرض. نحن في السودان ده أنا دائما بقول لهم شنو بقول لهم، نحن ما محتاجين لحاجة تجينا من برا، تاريخنا ده فيه كل الغيام الممكن نمارسها في حياتنا. يعني الدولة الدينية جربناها في تاريخنا ده، والدولة العلمانية ذاتها جربناها في تاريخنا ده، وكده وجربنا الفيدرالية وجربنا المركزية. يعني نحن لو شفنا تاريخنا ده بنعرف نحن نحكم نفسنا كيف. مع كل أسف نحن الناس استبعدوا التاريخ تماما. اي فهو ذكر بالخطأ الملك سبلتا، والملك سبلتا ده عشان ما يقول لنا الديمقراطية جابوها الخواجات، الملك سبلتا ده أول ملك الناس تبعد له وتنتخبه انتخاب، وفي لوح اسمه لوح الانتخاب للملك سبلتا، الكلام ده قبل 3000 سنة. دي قيمة عظيمة جدا، نحن مصرين أنه نرجعها ونحاول نستفيدها من تاريخنا عشان نستفيد منها لقدام. أصلا هي أهمية التاريخ في أنه يخليك تفهم الحاضر، بيديك فكرة عن المستقبل، بيخليك تفهم الحاضر وتتصور المستقبل، تفهم الماضي تفهم الحاضر بناء عليه، وبتقدر تضع بالإضافة لأنه هو بيضع حلول لكل شيء. يعني كل ما تعالى المجتمع السوداني ده في كمية بتاعة أسئلة بتسألها لنفسك، لكن ما بتجد الإجابات دي إلا عبر التاريخ، وبتلقى فيه مفارقات رهيبة جدا. ولما تقرأ التاريخ هتلقى نفسك مجبر أنك تحب أخوك الآخر السوداني مهما كان شكله شنو، هتعرف أنه أصلك واحد، كلكم كوشيين، كلهم سودانيين وكلهم كوشيين، وده حضارتنا المفروض نحن ننتمي لها وتبقى لنا هوية. وشكرا جزيلا. لو في أي سؤال. تحية طيبة للشهداء والثوار، نحيي الشهداء والثوار، نحيي ثورتنا الجميلة. أنا طبعا يعني الليلة مستمتع جدا بالمحاضرة اللي بتدينا السودان، يعني بسوابق، وزي ما بقول في الغارون إنه يعني أي حاجة عندها سابقة زي ما الأخ قال، فنحن عندنا سوابق، والسودان بغضم النيل. يعني النيل ده بيجي بيشيل عصارة افريقيا كلها، يمشي بها شمال لحد ما يكبها في البحر الابيض المتوسط، لحد ما تكب في البحر الابيض المتوسط. وقدر ما الزول يقرا، انا طبعا بحاول اطلع، يعني ناسي في حاجات اشارات جاتني كثيره في تاريخ السودان مطلع، يعني زي ما قاعد مع واحد صاحبنا قبل كده في خارج السودان. اليهود بيعتبروا السودان ده بالنسبة لهم هم هو الوطن الأم، والدليل على كده إنه إهراماتنا موجودة في الدولار الأمريكي. يمكن الأستاذ زي يعني يوضح علينا دي علاقتها بشنو، إن سحرت فرعون في الإهرامات. نحن كنا قايلين الإهرامات دي زمان المستعمر جاء الداب المكسيم كده كسرها، لكن الحكاية دي خلاف كده، قالوا في عين بتاعت سحرت فرعون سيدنا موسى والنيل العظيم وجبل البركة الجبل المقدس، وفي حاجات كثيرة نحن خافينا مننا يعني. وقدر ما نحن نتكلم يعني ما بنقدر نكفي. ونحن برضو زي ما قال جبال، يعني السودان كل الديانات، السوداني جات الديانة من قبل المسيح، من قبل اليهود، من قبل سيدنا موسى آمنوا بها، وآمنوا بسيدنا موسى، وآمنوا بالمسيحية، وآمنوا بالإسلام، وهو يمكن الشعب الوحيد اللي آمن بكل الديانات حد ما وصل للإسلام. والناس طبعا التاريخ يعني أسي ما توضيح الكنداكة مثلا، يعني أسي الشباب دول كلهم هنا بيعرفوا الكنداكة،
يعني يمكن بالتوضيح ده يمكن في ناس كثيرة حتى الواحد ممكن يشرح تاني انه الكنداكة دي شنو وليه بقت كنداكة وليه هي ذاتها ليه بدوها الملكة يعني ليه الملكة مرأة في السودان الكوشي مثلا الملكة مرأة أخوها مثلا أنا أختي مرأة هي الممكن تبقى ولا كلامي ده كيف يا أستاذ فدي كلها من الحاجات وبعدين ارتباط النيل بالإنسان السوداني لحد الآن الطهارة الفرعونية وزيارة النيل في الطهارة وفي العريس وفي كل الطقوس حتى المر اللي بتلد ودوها النيل فدي من الحاجات يعني احنا مثلا واحد بيقول هو عربي مثلا عباسي احنا لما نقول عباسي في منطقة الشمالية مثلا احنا بنتكلم عن منطقة مروي 3000 سنة قبل الميلاد قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى كده ان احنا مثلا عباسيين ولا كده لكن الواحد حقه يحتز بالحاجة دي يعني يحتز بحقه وبعد ذاك الناس تعرف يعني أنا بتخليه يدركون ده يعني من أجمل الأركان تنويريا في 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 الحراك اللي بيغسل كل الحاجات الكعبة في 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 في, في, في السودان السحالية يغسل وينظف وينظف حتى الشباب يجي يعرفوا الحاصل عن تاريخ السودان ويبنى عليه ويمشي كده يعني والله يا أخي الأستاذ مين اسمك كريم عبد الرحيم عبد الغني شاويش يعني لخص المسألة بطريقة جميلة جدا جدا وبما يؤكد وحدة البلاد ووحدة تاريخها وإرثها شكرا أستاذ شاويش شكرا بسم الله الرحمن الرحيم حامد محمد حامد مصرفي والله يا أخي أنا متأسف يعني أو يعني حاسس في نفسي كده إنه ليه كلام بالغيمة بالتاريخ ده وبالعبق ده كله والحضور كده يعني أنا ما ضد الهداف ولا ضد العمل السياسي ولا 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 لكن زي ما قال الأستاذ نحن لو ما عرفنا ماضينا ما حنقدر نستشعر مستقبلنا نحن محتاجين يعني لجرعات زي دي من هنا أنا بختاري حاجة يعني يا نحن نتحرك نمشي على الناس ديل هناك يا نكون عندنا آلية نجيبها الناس ديل هناك يعني يسمعوا الكلام ده في ناس واقفين بهناك وما عارفين انه اصلا في كلام غيم زي ده في ناس في النهاية يعني بمل ذاته من الهتاف السياسي ومن السجال الدائر ده بيقوم بتونس مع واحد صاحبه يعني بيجي الغيادة ايه بيقعد له ساعتين ثلاثة لكن ونسه كان ممكن يتونسه في الحلة لكن لو عرف انه الليلة الباحثين السودانيين اللي عندهم منصة هنا والمنصة دي الليلة برنامجها كده ودي ممكن عبر الصفحة بنصل لحتة كويسة وفي ناس ما في الصفحة برضه الناس يسحبهم معانا أنا الثورة دي وقفتني عن حاجة يعني السؤال المرهق المتعب يعني اللي قعدنا سنين من الاستغلال سؤال الهوية أنا قاعد افترض أو قاعد أشوف إنه الثورة دي جابت على سؤال الهوية من غير ما يزول يتكلم بالفعل كيف ما هو خلاف الهوية أو الكلام اللي بدور أفريقانية ولا عروبة ولا سودانوية طيب لو جينا مسكنا العروبة حصلت ثورات في دول جنبنا في مصر في ليبيا في تونس في اليمن في سوريا ينتهت بتغيير والتغيير دائما قاعد يعقبه سلبه نهب لمؤسسات الدولة للأسف يعني حتى في غزو العراق الناس دي سرقت مؤسسات البلد اللي هي مؤسساتهم يعني جر كرسي جر طربيز مشاهد دي شفناها يعني ياخدل ما بيشبهونا ديل ما نحنا لو جينا قلبنا الكاميرا كده على الفرقة ديل أصلا ما في ثورة قاعد يقوم في انقلاب وانقلاب وانقلاب ما ندر يعني ما عدا بعض الإضاءات في جنوب أفريقيا وحسي في رواندا وغيرها لو حصل انقلاب والانقلاب نجح قاعد يقوم في قتل وقاعد يقوم في سلب نار ولو الانقلاب فشل برضو قاعد يقوم في قتل وقاعد يقوم في سلب نار والحاجة دي بتقول لحرب أهلية طوالي في البذرة حصل فيها الحاجة دي برضو ديل ما بيشبهوني فأنا قلت يا أخي نحن الثورة دي جابت على الحاجة دي يا جماعة نحن سودانيين وكفى شكرا جزيلا شكرا
السلام عليكم ورحمة الله. يا جماعة داير أوريكم برضو تاريخ. أنا أمي ما بعرف اللغة، لكن لقيتها في الخلا مع ناس حبوبتي وجدي، حبوبتي وجدي ها وصونا ورونا، قال لنا تاريخ السودان شنو؟ تاريخ السودان لما نقول لك العرب، العرب ده جابتهم ناقة، جابتهم ناقة اسمها ناقة منو؟ ناقة فنب، ناقة فنب، ناقة فنب دي بقاتلوا فيه، ناقة فنب بتحلب سقو، السقو ده بيشربوا منه العرب عشان يوصلوا العرب ده وصلوا لغاية جبل النيل، جبل النيل ده ماشيين على ال 70 النيل عشان يعيشوا من النيل، يشربوا من النيل ها ويكاتبوا. قالوا يا راشد في اولاد راشد في اولاد حيمات ها، قال اولاد حيمات واولاد راشد، قال يا راشد الولاد ويا حيمات ويا الغزام الداج ها، دي لما دي لما دي برضه السودان ها، دي لما السودان. شكرا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اول حاجه نرحب بالاستاذ وليد ابو زيد، وهو طلب مداخلة من تحت لكن صرينا نجيبه هنا لأنه عارفين كلامه سمح وطائب. السلام عليكم ومساء الخير عليكم جميعا. والله الحقيقة أنا طبعا مبسوط جدا أنه أول حاجة قاعد مع الأستاذ الطيب محي الدين، وهو واحد من الناس اللي فجروا الثورة بتاعت المفاهيم الجديدة للتاريخ السوداني، ونحن كلنا تلاميذه، وهو من العام 94 ومن العام 93 وهو قاعد يا اخواننا بيحاول يهدف الناس وبيحاول انه ينورهم على تاريخهم. الحقيقه انا يعني المداخله الدائره اتكلم فيها يعني من قبل وانا بعاين في الصوره بتاعت الكنداك العظيمه امون توري او اماني توري. الكنداك دي يعني اماني شاخيتي او امون شاخيتي، وامون توري هي طبعا ابنتها اللي هي جات بعدها. يعني الكلمه بتاعت كنداكا يعني طبعا نحن هسه الثوره دي من الادبيات الثوريه هي هسه حاليا المصطلح بتاع كنداكا، انه نحن يعني بالنادي بناتنا بالكنداكا، ودي حاجه نحن يعني والله معتزين بها جدا انه كون السودانيين يقوموا يتداولوا المصطلح العظيم ده يعني مصطلح كنداكا. والمصطلح بتاع كنداكا يا اخواننا ظهر باللفظ بتاع انه ككنداكا، ده اساسا يا جماعه المصطلح الاجريجي اللي قالوه الاجاريج عن الكلمة السودانية القديمة اللي هي كدكي كور. والكنداكا يا جماعة أساسا بتعني الكدكي، يعني عندنا نحن في لغتنا السودانية القديمة بننطق الكلمة كدكي، ولكن كدكي دي بتعني يا أخواننا المرأة العظيمة أو المرأة الطاهرة في اللغة السودانية القديمة. بتقوم يا جماعة الكدكي دي هي أي يا أخواننا يعني مرأة نبيلة منتمية للأسرة الحاكمة بيقولوا لها كدكي، ولكن لما تبقى يا أخواننا حاكمة بيضاف لها يا أخواننا المصطلح الملكي كور، بيبقى اسمها كدكي كور. وأول يا جماعة مرأة حكمت السودانيين منفردة بالحكم كانت كنداكا اسمها أبرتاري أو أبرتال، دي أول واحدة أخذت يا جماعة اللفظ الملكي كاملا كدكي كور أبرتاري. كلمة كور هي اللفظ الملكي اللي بيقوم نضيف لها، لكن أي وحدة في الأسرة الملكية كان بتخاطب بكدكي، لما تبقى بعد ذاك حاكمة بتبقى بعد ذاك كدكي كور. في نقطة برضو يا أخواننا مهمة، إنه السودانيين يا جماعة يعني حكم المرأة بالنسبة لهم يعني بدأ متأخرا في الفترة بتاعت المملكة المروية، يعني بعض الناس بيظنوا انه الحكم اساسا عندنا نحن في السودان يعني بيمشي لود اللخد، وطبعا دي يا جماعه كانت هي نظريه عند اركل، ولكن الحقيقه انها هي ما صحيحه، لانه اساسا يعني التاريخ السوداني كله يعني في الدوله الكوشيه بنلقى انه يا اخواننا الحكم بينتقل من الاب يا اما للاخ يا اما للابن وهكذا، يا ابن لابن الاخ يا اما لود العم، وحتى في مروي كذلك كان بنفس الشكل ده يعني. وبعد ذلك حتى في الممالك المسيحية النوبية يعني نحن عندنا أسماء لـ 33 ملك في المملكة بتاعت المغرة، هم كلهم من أسرة واحدة كويس، يعني ما في واحد جاب ودخته، دي معلومة خاطئة في التاريخ السوداني زي المعلومات الخاطئة الكثيرة اللي قاعدين الناس يقوموا يروجوا لها وبيدخلوها في مناهجنا. فالحكم عندنا نحن ما عنده علاقة بانتقال الحكم من الملك لابن أخته زي ما يشاع،
لا أبدا، كل الممالك السودانية الكوشية النوبية كان الحكم بينتقل من الأب للابن أو للأخ أو لابن الأخ وهكذا في الشكل ده. لكن يا جماعة الكنداكة عندنا حكموا الكنداكات عندنا نحن كانوا في البداية بيحكموا كوصيات، يعني أساسا كان بيكون الملك توفي ووريثه أو الشخصية المفترض إنها ترثه ربما إنه يكون كان صغير، فكانت بتقوم طوالي بتكون مسؤولة منه الأم الملكية أو الأخت الملكية الكدكي، فبتكون هنا هي وصية عليه، بتكون دائما بتخاطب بإنها أخت الملك أو زوجة الملك، كويس؟ أخت الملك، زوجة الملك، زوجة الإله آمون، يعني كانوا بخاطبوها بالشكل ده. هي دي كان بتكون يا جماعة مسؤولة من الملك. في حالة خلو منصب الملك ده بإنه مات وهو صغير بتقوم طوالي هي بتقوم تتولى العرش منفردة. وظهرت لنا الحاجة أول ما ظهرت لنا ظهرت لنا في أبرتاري، ومن بعد ذلك كدكي كور أمون ريناس أو أماني ريناس، وبعد ذلك كدكي كور نويد ماك، وكدكي كور أمون شاخيتي الشهيرة، وكدكي كور أمون توري. الحاجة القبيل برضو أستاذ الطيب يعني تكلم ليكم عن السرقة العملية اللا أخلاقية اللي حصلت في زمن الأتراك بأنهم يعني قاموا دمروا الأهرامات وعشان ما يقوموا يصلوا للمصوغات الذهبية. طبعا فرليني هما أول زول بدأ يسرق، يعني كانوا قبالوا وفي ناس كتار بدوا يسرقوا، لكن فرليني يعني ارتكب يعني عملية كانت بشعة جدا لأنه دمر الأهرامات تدمير شديد. هو كان بيفتكر إنه الأهرامات السودانية مشابهة للأهرامات المصرية، يعني هو كان بيتخيل إنه الغرف بتاعت الدفن بتكون اللي هي في المناطق العليا من الهرم، وطبعا نحن الغرف بتاعت الدفن بتاعتنا هي أساسا تحت الهرم. أما الهرم ده بشكله الحالي اللي احنا قاعدين نشوفه ده هو عبارة عن كومة من الرمال اللي احنا بنكومها، وبعد ذاك بنجي نقوم نساويه بشكله الجميل ده بالحجر، كويس؟ بالحجر من برا، لكن إذا قمنا شلنا الحجار دي الحاجة جواه دي حتكون هي عبارة عن مجرد يعني ركام ويعني تراب وحاجات زي دي. فقام دمر الأهرامات دي، لكن للأسف الشديد يعني المسألة دي ما كانت هي سرقة، يعني الرجل ده هو أساسا عمل المسألة دي بموافقة الحكومة التركية في زمن خورشيد باشا، يعني ارتكب الجريمة دي بموافقة هؤلاء الأتراك واقتسموا معاه المصوغات والمقتنيات اللي جوها دي، ولا زالت لحد اليوم في اسطنبول يعني في العديد من الآثار السودانية موجودة في متحف اسطنبول، وزي ما إنهم أساساً عندهم العديد من الآثار جابوها من كل دول العالم والشعوب اللي قاموا حكموها ونهبوها. ففرليني على العملية دي كانت هي عملية بتاع دائماً يعني اتفاق بينه وبين الأتراك، وكذلك أيضاً في زمن الإنجليز كل الآثار اللي طلعت كانت اتفاق ما بين الناس اللي بنقدموا ما بين الحكومة الموجودة في الخرطوم اللي هي الحكومة الاستعمارية، فعشان كده كانت دائماً بتطلع المصوغات دي مناصفة بين الناس دين. وللأسف الشديد دي حاجة يعني استمرت، والسودانيين كانوا مغيبين عن تاريخهم، ولما جاء الفترة بتاعت الحكم المستقل وفي زمن إبراهيم عبود عليه رحمة الله يعني برضو السودانيين كانوا مغيبين عن تاريخهم، وقام حصلت لنا الكارثة الكبيرة اللي هي إغراق النوبة السفلى، ولأنه أساسا السودانيين ما كانوا جايبين خبر لأنه أساسا الآثار دي قيمتها شنو ولا معناها شنو، فلذلك يعني أغرقت آلاف الهكتارات وفيها ما فيها من الأسرار وفيها ما فيها من المناطق الأثرية اللي نحن محتاجين إنه نحن كنا نقيبها، لكن للأسف الشديد هسه نحن ما حنقدر إنه نحن نقوم نصل للحقائق الموجودة فيها. الوعي الغايب عند السودانيين ده هنخلى عبود يقوم يعني بكل الأريحية دي يقوم يهدي كمان معبد ضخم جدا جميل تكلمنا عنه قبل كده اللي هو معبد الملك تلخماني، أداه بكل بساطة لجمال عبد الناصر، والمعبد ده حاليا في مدريد لأنه جمال عبد الناصر قام أهداه لملك إسبانيا. وأيضا بعد ذاك الرئيس نميري عليه رحمة الله أيضا ما كان عندهم الوعي بالآثار، في معبد كامل يهودي أهداه الرئيس نميري سنة 1974 لألمانيا الشرقية، واسي انتوا بتكونوا بالمناسبة كثير من يعني بتكونوا كلكم لاحظتوا في الوسائط الاجتماعية صور استقبال الرئيس نميري في ألمانيا الشرقية،
والناس بيكتبوا عن الاستقبال ده, ويعني حتى الشباب لما يكتبوا يقول لك الرئيس نيميري استقبل في ألمانيا الشرقية, وبيقارنوا بالعظمة اللي كانوا بيلقوها السودانيين برا هناك. الاستقبال اللي عملوا لنا الألمان ده كان يعني فرحهم بالهدية العظيمة اللي ادها لهم نيميري دي. ونحن هذه لما نقرا في الفيسبوك في يعني في ونقرا في الصور التاريخيه ويجيبوا لك كيف كان الرئيس نيميري عظيما واستقبلوه الالمان وواقفين له صف والعساكر وناس كتار جدا جدا. الحقيقه في الزياره دي الرئيس نيميري كان جايب معاه المعبد ده, معبد كامل فيه يعني عدد ضخم جدا من البرديات ومن المخطوطات أهداه كده ساكت لألمانيا الشرقية. المعبد ده كان موجود هنا يا أخواننا في الخرطوم دي, وكان يا أخواننا في شارع الحرية قريب من الحتة بتاعت مقابر اليهود الهناك دي. المعبد ده هو معبد لليهود, لكن المقتنيات الموجودة فيه هي ما مقتنيات يهودية, هي مقتنيات راجعة لتاريخ السودان القديم. فالرئيس نيميري أهداه للجماعة دي بكل بساطة. الإشكالية إنه دائماً نحن النخب السياسية عندنا في السودان ما قاعدة يا أخواننا تنتبه لأهمية قيمة الآثار. ليه؟ لأنه أساساً الإنسان السوداني مغيب تماماً عن تاريخه. فعشان كده دي مشكلة أنا نحن نتمنى إنه في الثورة دي إن شاء الله ومن بعد إن شاء الله نجاحها واستكمالها لمطالبها ولاستحقاقاتها كلها, لابد إنه يا جماعة نحن نبدأ نوعي الجيل الجديد لأهمية الآثار السودانية, لأن الأخطاء اللي عملوها الناس دي أخطاء بتاعت أجيال, أخطاء بتاعت أجيال كاملة الناس ما كانت جايبة فيها يعني أي خبر. وبرضو قبل كده تكلمنا كان في جلسة سابقة عن إهداء الرئيس نيميري لسيف السلطان بادي أبو شلوخ للرئيس أنور السادات. والسيف بتاع بادي أبو شلوخ عنده رمزية كبيرة, لأنه بادي أبو شلوخ هو الذي هزم الإمبراطورية الأثيوبية أو الإمبراطورية الحبشية هزيمة منكرة تماما, ورد الاعتداء على السودان في الفترة ديك, ومعه عدد كبير جدا من السودانيين اللي شاركوا معه. فنحن يا جماعة قاعدين نفرط في رموزنا وبنفرط في المقتنيات بتاعت رموزنا, ودي مقتنيات مفترض أجيالنا دي اللي يعرفوها والأولاد الجايين اللي قدام يكونوا فخورين بها. ونحن نتمنى إنه الحاجة دي تبدأ الناس تقوم تعالية في الفترات الجاية إن شاء الله. يعني ما دار أطيل عليكم وأحرمكم وأحل بينكم وبين الطيب الأستاذ طيب والأستاذ محمد أنور. شكرا لكم. شكرا جزيلا أستاذ وليد, وتحياتنا كمان للكنداكة الصغيرة. نحن مبسوطين لو في أي تفضل. السلام عليكم. نحيي أخواننا السوار كلهم يا جماعة كنداكات علي شفاتة. الأستاذ أنا ما أعرف اسم الأستاذ تكلمت عن الآثار. نحن في اليوم النظام اللي سقط أمس في السنين الفاتت 2018 و17 و16 بايعين آثار اتعرضت قبل سنتين تقريبا أو سنة في ألمانيا في جناح واحد حق السودان فيه 800 قطعة من السودان. 800 قطعة, أي زول متابع عارف الكلام ده. حتى الآن لمس اللي مشوا أمس بايعين آثار, ولحد الآن فيه وجود في الشمالية شغالة, في الغرب شغالة, في تنقب مع سودانيين بيبيعوا. نحن دارين قانون يعمل حد للحاجات دي كلها, دارين قانون ثابت في البلد دي يعمل حد لكل حاجة, مش للآثار بس, للآثار, للذهب, لليورانيوم. طيارات أجنبية بتنزل وتكون من بلدنا نحن, طيارات تشيل ذهب من الشمالية, طيارات تشيل يورانيوم من الغرب, طيارات تشيل كل شيء مشيول. وقاعدين يوم الوزير قبل أن يسقط بأيام سألوه, يعني دي اكثر حلقه كانت جريئه, وزير الدوله بدات المعادن قالوا له يا اخي في طياره روسيه بتطلع من الشماليه بيشيل ذهب. قال عندنا علم. طيب عندك علم وين حساباتك؟ وين فواتيرك؟ وين عندك علم؟ انا علم بس بيعصبونه بيجيبوا زي الشيخ تحت صح ولا مساء؟ نحيي السوار. شكرا جزيلا. في اي مداخله يا جماعه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي السوار وحي الأساتذة. يا أخي أنا بس بزعل من حاجة واحدة أو سؤالين. اسم الحبشة ده هل مطلوق هو على إثيوبيا أم على السودان؟ السؤال الأول. السؤال الثاني, الحدود أو البحر الأحمر هل هو الحدود العظيمة المذكور في القرآن أم غير ذلك؟ وشكرا جزيلا. شكرا. أي سؤال ثاني يا جماعة؟
طيب بالنسبة للمعلومة بتاعت اسم أثيوبيا الجبال تطرقنا لها، لكن لا ضيم ممكن تاني أستاذ الطيب يمدنا بالمعلومة من جديد بالنسبة لاسم أثيوبيا وكيف تم اختلاعه من السودان. طبعا السؤال أجبنا عليه قبل، لكن نعيده تاني للأهمية. الاسم الحالي بتاع أثيوبيا ده اتلطش من السودان، ده ما حق الحبش. أنا بقصد الحبشة، حبشة هل هي أرض السودان أم أرض أثيوبيا؟ أيوة، ده بتكلم عن المسمى بتاع حبشة ذاته، يعني شنو، هل هو الحبشة الحالية ولا السودان؟ أصلا اسم الحبشة جاي من اسم قبيلة عربية هاجرت من باب المندب، عبر باب المندب وأطلق على المنطقة دي. في مرحلة معينة اسم الحبشة ده كان بيشمل إفريقيا كلها، يعني المنطقة من جنوب مصر كده إلى جنوب الغارة، إلى غرب الغارة كله بسموه أرض الحبش أو أرض الحبشة، ده الاسم في التاريخ بتاع كلمة حبشة. طبعا جزء كبير جدا من تاريخنا هي فترات، في فترة التوثيق العربي للتاريخ أخذت اسم الحبشة ده بما يدل على كل العنصر الأسمر جنوب مصر كلها كان بيسمى الحبشة بما فيها السودان والغرن الأفريقي وكده. والحبشة الحالية اسمها أبسينيا، تغير اسمها 1925 تغير اسمها إلى أثيوبيا. ده بالنسبة للإسم. لو في أي سؤال تاني بالنسبة للبحر الأحمر والأخدود الأفريقي العظيم، هو طبعا علماء الجيولوجيا يقولوا أنه البحر الأحمر ما زال في تمدد وأنه بيزيد بنسبة 5% على ما أعتقد 5 سنتيمتر كل سنة، وما زال نشط حتى هم الدراسات أنه في فترة من الفترات حتى قسم الغارة الأفريقية فعل الأخدود الأفريقي العظيم إلى غارتين، النوبيان بليت والأفريكان بليت. ده كل المتفقين علماء الجيولوجيا أنه هو ما كان موجود وهو حديث، يعني لكن حديث بعلم الجيولوجيا معناته يتكلم عن ملايين السنين، فالتقاطعات ما بين علم الجيولوجيا. نعم، هل هو الأخدود المذكور في القرآن؟ أو هو السؤال هل هو الأخدود المذكور في القرآن؟ وأنا حقيقة ما عندي فكرة عن الموضوع، ما أقدر أفتي فيه يعني حتى ولو برأيي الشخصي. بسم الله الرحمن الرحيم. بنزل الأستاذ، الحضارة بدت من الشمال للجنوب ولا من الجنوب للشمال؟ أي عن الحضارة القديمة المصرية والحضارة السودانية؟ طيب بما أنه أستاذ الطيب عجب السؤال فنديه الإجابة. والله ده سؤال ذكي جدا. بعدين السودانيين الآن لا شعوريا أو بدأت تشيع بيناتهم معلومة إن الحضارة في مصر دي هي أساسا حقتنا نحن، لكن الكلام ده ظل كلام شعبي يعني بدون ما الناس تعرف التفاصيل بالضبط شنو. في نهاية العصر الحجري ما كانت المجتمعات في وادي النيل مجتمعات ملكية ولا كان فيها نظام سياسي بتاع دولة، كانت مستوطنات، كل ناس منطقة عايشين مستوطنة براهم معتمدين على صيد الحيوانات والزراعة وكده، يعني ما ظهر النظام السياسي اللي فيه ملك أو رئيس ووزراء وجيش وأمين خزانة، كل مغومات الدولة اللي بتعرفوها انتو يعني مصالح حكومية وكده وقانون ودستور. والكلام ده حوالي 3900 قبل الميلاد، ظلت مصر اللي هي من إسوان وليجوة عايشة في العهد الغبلي بتاع المستوطنات الرعوية، لكن في الوقت ذاك في شمال السودان حصل تطور يعني تاريخي وتطور حضاري أفضل إلى ظهور مملكة اسمها تا سيتي. تا بمعنى الأرض، سيتي بمعنى الغوص، أي أرض الغوص، مملكة أرض الغوص. وليه سموها أرض الغوص؟ لأن السودانيين من فجر التاريخ وليوم الليلة اشتهروا بالرماية بالتسديد. هذا تتذكروا في معركة دونغولا، يعني الجنود النوبيين كانوا يعني بيضربوا عيون الأعداء مسافة بعيدة بالنشاب
ركزوا على العيون بس، عاموا الناس دي كلها، عاموهم بس بالعين بس، ما في أي كلام. طج خطة لك في عينه، وأجبروا الجيوش العربية على الانسحاب. لاحظ في الوقت ذاك احنا سماها الجيوش الإسلامية، هذه كانت مشكلة الأمم كثيرة، كنا سماها برضو الجيوش العربية. في الوقت ذاك الجيوش الإسلامية ما كان في قوة في العالم بتقف في طريقة. اكتسحت الإمبراطورية الفارسية كلها، أقوى إمبراطورية في العالم، اكتسحوها في فترة بتاعت 10 سنة بس. اكتسحوا الإمبراطورية الرومانية، كانت أقوى إمبراطورية في العالم، ولكن في دونغولا انهزموا هزيمة ساحقة أجبرتنا على توقيع اتفاقية تطبيق خلاص. وطبعا بعد ذا الإسلام واللغة العربية ما دخلت بالقوة، سرب التسرب تسرب 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 تسرب، لأن الناس تقبلتها يعني بحكم التدين والإسلام وكذا. أنا السؤال كان سؤال شيء من الجنوب الشمال أيوة الحضارة. فتاسيتي دي أول مملكة ظهرت في وادي النيل، أول مملكة فرعونية سوداء ظهرت في وادي النيل، وامتدت من الشلال الثاني إلى الأقصر في مصر، أوجب الصحابة في مصر وادعاغوا على 14 ملك. هذه المملكة لسوء الحظ آثار مطلقت نهائي في سنة 64 لما مصر غشت الفريق عبود، والفريق عبود ارتكب جريمة صراحة كده. الفريق عبود جوه المصريين دارين يعملوا السد العالي، وحنسوا باسم الوحدة العربية وباسم الكلام الفاضي ده عشان هم يعملوا السد العالي. ما كان مفروض يوافق لأن السد العالي ده هيغرق الأراضي السودانية، يعني مياه مصر تتخزن عندنا نحن، تغرق أراضينا نحن، أراضي زراعية الأهم فيها آثار السودان كلها، آثار السودانيين الحقيقية. فقام على الفريق عبود وافق، أنا بعتبره ده غباء يعني. فالمنطقة دي كان فيها أهم آثار العالم في العصر الحجري وكلها آثار سودانية. فقامت اليونسكو عملت نداء لكل دول العالم ولكل جامعات العالم ولكل بعثات العالم بأنه يجي نقب المساحة بتاعت 400 كيلومتر دي قبل ما تغرق، لأنها هتغرق نهائي. فجاءت أكثر من 300 بعثة، يعني أي جامعة في العالم رسلت لها بعثة بتاعت آثار، أي حكومة حتى غانا حتى الهند، بعثات مجهزة تجهيز كامل بخيامة بأكلة بشرابة بمسايغة بأدوات حفرة، وقسموا المنطقة دي لمربعات زي البترول. انتوا البعثة الفلانية تشتغلوا في المربع ده، ده في المربع ده من حلفة لغاية اسوان. والبعثات دي اشتغلت طوال 4 سنوات وطلعت آثار بتثبت ان الانسان السوداني ده كان الرائد في الحضارة، وانه الاول الناس اللي تعلموا الحضارة. الحضارة معناه انك تلبس كيف، تاكل كيف، تتكلم كيف، وانه الاجناس كانت اجناس سوداء خلاص. قبلهم كان بحوالي 50-60 سنة كان في خواجة اسمه رايزنر، كان جا حفر ولقى مجموعة بتاعت آثار وغبور لمجموعة سماها المجموعة الحضارية الأولى السودانية. لكن الرجل ده كان عنصر الخواجة ده، قام قال الناس ديل ما أفارغة، الناس ديل ما أفارغة، ناس يا عرب يا فراعنة جو شمال السودان، إنه الأفارغة ديل ناس أغبياء وناس كسالة وبتاع مريسة. ودي نظرة عنصرية كانت سايدة في أوروبا وفي أمريكا، إنه إحنا الأفارغة ديل ما عندنا عقلية، لا ده هنا دوق اللوكار نرقص وخلاص نشرب مريض، وهنا نعم معتمدين على انه البيئه بتاعتنا فيها الاكل وشربنا خلاص. فقط كلام رايزنر طبعا سقط تماما، اتضح انه اساس الحضاره هو افريقي بالعكس. فقاموا حفره في لما فضلت حوالي 3 شهور في حته كده الناس اتجاهلت لانه فيها مغابر مبعثره. جاء خواجه اسمه كينيسيلي قال لا والله المنطقه دي مساحة يعني أكبر من القيادة العامة دي بكثير، قال المنطقة ده لازم تتحفر، وعنده 3 شهور بس. فحفرها، أول ما بدوا الحفر في واحد من المغابر دي، مغابر عادية كده، انفتح ليهم سرداب فيه سلم نزلوا لغرف الواحد، الغرفة طولها 24 متر بعض الغرف، كمية هائلة من الغرف يعني زي المدينة تحت الأرض. في الغرف دي كمية ضخمة جدا من الآثار، مصنوعات راغية جدا جدا، صناعة شعبي افريقي، حاجة مثيرة، حاجة غريبة جدا، ما تلقى لها مثيل، فخار جيد راغي، ادوات بتاع الجلوس، ازياء، اشياء كثيرة، لكن لقى حاجة واحدة
قلبت موازين التاريخ وقلبت النظرة للأفارغة والإفريغيين إلى الأبد وأسقطت التاريخ المصري كله. لقى مجموعة من المباخر، تعرف المبخر العادي ده 14 مبخر، المباخر دي تابعة ل 14 ملك، كل ملك عنده مبخر خاص بيهم. في كل مبخر لقى راسمين شكل بتاع الأغواز بتاعت القصر، بوابة القصر ممكن تكون عاملة كده، ولقى فوق رأس القصر ده مرسوم صغر، ولقى مراكب فيها ملك بحي رمز الغوص، راسمين غوص رمز الغوص. وزي ما ذكرت لكم رمز الغوص هو اسم تاسيتي ذاته ومرتبط بالسودانيين في الرماية. فالأساتذة قال كينستيلي وقام قال هؤلاء الملوك هم اللي أسسوا حضارة وادي النيل قبل ظهور الفراعنة في مصر بحوالي 400 سنة كاملة، سبقوا مصر ب 400 سنة كاملة، وهم من الجنس الأسود. قاموا العلماء الأمريكان والخواجات قال لك كيف معقول أنت تقول لنا فارغة وناس عبيد وناس زرق سايب تاع مريسة يكونوا صنعوا الحضارة دي؟ ما صنعوهم. الرجل أصر على كلامه وبدأ عمل دراسات تأكد الحقيقة دي وطلع الأدلة كاملة، لكن للأسف اللي سوء حظنا إن الرجل ده توفى قبل المؤتمر العقد حول إنقاذ أثار المنوبة. ده كان مؤتمر عالمي ضخم جدا، كل الإعلام العالمي جاوا عشان يوروا النتائج بتاعت الحفريات. الرجل ده توفى. قاموا الأمريكان شالوا الآثار في الصناديق مقفلة وشالوا دفاتره ورسوماته ومعلوماته الخطيرة دي كلها وودوها جامعة شيكاغو ونزلوها في بدروم تحت الأرض خزنوها هناك وغابت عن أنظار العالم. تخزنت هناك المعلومة والدليل على إن الحضارة دي إفريقية واستمرت مخزنة ومنسية نسيت تماما. طبعا المصريين ما بيعجبون الكلام ده لأنهم بيقولوا هم أم الدنيا وهم حضارة حقتنا وكلام فاضي. ففي سنة 82 الجامعة كلفت بروس ويليامز خواجة جاء قال حيث أن تطلعوا تدرس طلعوها وجاب متخصص في الفخار وعملوا دراساتهم دي وقدروا يثبتوا إنه الحضارة السودانية حضارة الفرعونية هي حضارة سودانية بناء على هذه الآثار المباخر والسلطانيات والأدوات الفخارية والمقاعد والأزياء وحتى اللغة الفرعونية الهيروغليفية. لقوا اللغة الهيروغليفية الأولى مكتوبة عند أستاسيتي ديل اللي هم بيسموها المجموعة الحضارية السودانية الأولى، واستمرت من 3800 قبل الميلاد المملكة دي لغاية 2900 قبل الميلاد. في الوقت ده دخلت مصر جماعات عبر البحر الأحمر واستولت على منطقة إدفو وانتشرت شمالا، خلاص كونت اسمه عصر الأسرات، ودين جو دمروا تاسيتي واختفت تاسيتي للأبد إلى أن ظهرت الآن. فالحضارة دي أصلا السبق سوداني والحضارة الأصلية سودانية وليست مصرية. شكرا أستاذ الطيب، إن شاء الله يكون كافي الكلام ده، لكن كتعقيب عشان الناس تكون متابعة، تاسيتي 3800 قبل الميلاد، حتى بعد 600 سنة بدأ عهد الأسرات. عهد الأسرات ده هو العهد أول فترة اللي بتأرخ للحضارة الفرعونية المصرية. يعني تاسيتي قبل الحضارة الفرعونية المصرية بحوالي 600 سنة كان لقوا في المباخر دي الرموز بتاعت الكتابة الهيروغليفية، معناتها أول فكرة لبداية الكتابة، بالإضافة للرموز اللي استمرت بعد ذلك طوال عهد الأسرات زي الصغر حورس والفكرة الملكية. يعني تكون الفكر الحضاري الملكي، مجتمع يقعد مع بعض ويعين ملك ويبدأ فيه تنظيم، بدأ في تاسيتي وبعد ذاك يكون انتقل. اما الاحتقان بتاع انه المجموعات، انا افتكر انه التغيرات الاثنيه دائما في وادي النيل ما قاعد تفرق، واصلا الحضاره اللي قامت لانها ما اثنيه، لانها اصلا هي التغاء بتاع مجموعات مختلفه والتغاء بتاع ثقافات بيقوم بكون الحضاره دي، وفيها تدرج. ده نفس الشكل بتاع النيل ده، انا افتكر انه ما اختلف، هو اختلف لكن ما كثير عن زمان، لانه عندنا لوح اسمه لوح الاجناس، فيه الناس السود وفي والناس السمر اللي تدرجات السودانيين، وفي والناس البيوت، حتى الناس البيوت موجودين في وادي النيل يعني من الزمن ذاك، وفي الناس الابيض منهم شديد.
هي أصلا الحضارة قامت لأنه يلتغى وليه يعني الحضارة دي قامت في وادي النيل لأنه أصلا هو أكبر ملتغى يعني زمان الإنسان عايش على قطف الثمار والصيد وكده وكل مجموعة وكل أسرة حايمة في الخلا وسواء كانت رعية أو صيد أو خلافه لكن لما جاء الجفاف الكبير حول النيل الصحراء الكبرى شرق النيل وغرب النيل ابتدت المناطق دي تتصحر الناس كلها حاولت تجمعت نحو مراكز المياه لما تجمعت حصل احتكاك بين الناس بعدها تنوع بتاع الثقافات هو الأوجد الحضارة دي. سواء كان في جنوب الوادي في السودان أو في شمال الوادي في مصر وكلها افتكرنا هي حضارة واحدة وحضارة إنسانية من حق الجميع وأتمنى أن السودانيين يعرفوا أكثر عن تاريخهم ونحن مستمرين إن شاء الله وبنحاول نعمل ترتيب لمحاضرات يومية إن شاء الله وفضل يا أستاذ طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتأكيد أنا ما شايف المنبر مسمى المنبر مؤسسة البحثين السودانيين بس المزرعة بتاعت الحضارة بيبقى في سؤال يعني مثلا صراع الحضارات وحوارات الأديان لما تسمع بكلمة حضارة طوال بيتبادر لذهنك إنه في دين أو في تجمع بشر في حتة محددة يعني مثلا في تاريخ التعليم في السودان بيتكلم عن إنه بدأ عن طريق الكهنة في المعابد ومعروف إنه الكهنة ديالهم كانوا اللي هو شمال السودان وجنوب مصر لما تجد التاريخ الديني بتلقاه بدأ من سلطنة الفونج اللي هو في سنار في حتة مرتبطة ما بين الحضارة والثقافات أنا ما بفتكر إنه الحضارة مرتبطة بدين محدد ولكن إنما كان هنالك تجمع لبشر يمارسون معرفة محددة فهنالك حضارة المسألة بتاع التعليم صحيح إنه مصر أسبق مننا في تاريخ التعليم وبعد ذلك جاءت التعليم منحدر بيبقى الترابط ما بين التعليم والحضارة أنا أفتكر إنه دي مفاهيم محتاجة لإيضاح أكثر شكرا جزيلا هو التعريف الأقرب للثقافة هي المظاهر الأولية لحياة الإنسان عشان كده يكونوا ثقافة البداري ثقافة الشهيناب كده دي لما يقوموا يلقوا مظاهر أولية لاستعمال الإنسان أو تطويع الإنسان للبيئة حوله الرؤوس الرماح الأدوات الحجرية التجمعات الأفران الأكل والشراب الكده دي بيسموها ثقافات أما لما تنتقل لمرحلة حضارة يخش فيها يا إما التنظيم الإداري للمجتمعات يا إما الأديان بيقوم بيعمل شكل مجتمع كبير دي هنا بسموها حضارة بيكون مجتمع كبير عنده تراتبية معينة سواء كانت حكمية أو عقدية أو خلافه أما تاريخ الأديان في وادي النيل ده تاريخ طويل جدا أنا ما فهمت لما قلت بدأت من سنار لكن هو تاريخ طويل جدا السودانيين كانوا موحدين من فترة موحدين من بدري جدا ويعني حتى الديانة الأمونية هي في الأصل ديانة توحيدية لأنه هم بيعبدوا الإله الخفي أما بعد ذلك باقي التصورات دي طبعا ده قالوا الخواجة قال دي كانت معبودات في حين أنه نحن بنختلف معه لأنه ما وجدنا أي مظهر من مظاهر العبادة للنتر ديل في الثقافة القديمة أو في التاريخ كان اسمها النتر أو النترو وهي زي تجليات قبل كده تكلمنا عنها تجليات معينة للإله لكن الإله نفسه ما كان بيصوره اللي هو آمون اسمه آمون الخفي أصلا وده اللي هو كان معبده الرئيسي في جبل البركل في كل وادي النيل من المنبع للمصب معبده الرئيسي كان في جبل البركل في الشمالية ده معبد آمون في أصل تجلياته بعد ذاك الأديان اليهودية كان عندها حصر في السودان في فترة من الفترات ده لو اعتمدنا الإشارات الموجودة في التوراة وفي الإنجيل أن وزير الكنداكة مذكور الكلام ده في الإنجيل أن وزير الكنداكة كان في رحلة لأورشليم عشان يأخذ التعاليم وقام قابلوا أحد كتب
الأناجيل الأربعة وبشروا بالديانة المسيحية واعتنق المسيحية ورجع جبيها. ده قبل ما يجي سنة 1400 وتخش الديانة المسيحية عبر مملكة نباتيا. قبل الكلام ده بأكثر من 400 سنة. فإذا كان الوقت ذاك الديانة المسيحية ابتدت تتخلخل وكان في تسامح ديني، لأن وزير الكنداكة أمونية، وزيره كان يهودي بيمشي بجيب التعاليم من اورشليم، والوزير الخزانه كان اهم منصب. فاذا كان في تعايش ديني وكان في تسامح ديني في 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 دوله كوش. بعد ذاك دخلت المسيحيه وتخلخلت المسيحيه، عشان كده الناس قبلتها بسهوله وما قبلتها بالحرب. انا افتكر انه السودانيين دائما كان اي محاوله لتحييدهم لديانة معينة عن طريق السيف كانوا بيجيبوا مصابة وبيهزموها. حصل ده في المسيحية وحصل كذلك في الإسلام. برضو الجيش انهزم، جيش عبد الله بن السرح، ورجع. لكن نحن تقبلنا الدين بعد ذاك بفطرتنا وبقى دين شعبي لغاية ما جاء انهيار أو آخر فرصة في صوبة، وانهار الصوبة كان اوريدي الوقت ذاك أغلب السودانيين مسلمين. وكانت هي ثورة زي ما تكلم أستاذ وليد أبو زيد ولمس عن الموضوع ده، كانت ثورة سياسية أكثر من كونها كانت غزوة مسلمين لمسيحيين أو حرب ما بين عرب ونوبة. دي كلها مفاهيم خاطئة حاولوا يوصلوها لنا، ما حقيقية. الحرب في صوبة أبدا ما كانت اللي أوجدت مملكة السنار، ما كانت حرب مسلمين ومسيحيين أبدا، ولا كانت حرب عرب ونوبة. كانت ثورة في الأساس، لأنه الوقت ذاك كان السيطرة التامة من قبل الكنيسة الأثيوبية أو الحبشية في الوقت ذاك، هي كانت مسيطرة على صوبة سيطرة تامة. حتى جيوش كانت بتقاتل كانت جيوش حبشية. وحتى بعد ما انهارت صوبة القسيس أدريان رجع أثيوبيا وجمع جيش كبير جدا من أثيوبيا وبرضه انهزم. فهي كانت ثورة ضد التدخل الأجنبي أكثر من أي حاجة تانية. وأنا أفتكر نكتفي بكده الليلة، على وعد أنه نلتقيكم مرة ثانية، وإن شاء الله بكرة وبعد بكرة حنكون معاكم. آخر فرصة أستاذ. بتقول يا أخي حافظ محمد أحمد خريج جامعة السودان كلية الهندسة، فبتقولوا أول معبد في مروي، تمام؟ ما اتفقنا سوري، في معبد في مدينة أبو سمبل. مدينة أبو سمبل دي باعتبار مدينة حدودية، بحيرة ناصر مدينة أبو سمبل في معبد اسمه معبد الشمس. المصريين بيقولوا ده أقدم معبد على التاريخ، بيطلع على شارع، بيطلع على النيل، قدامه طوالي فيها تماثيل. أبو سمبل باعتبار منطقة حدودية 45 دقيقة باللانش بأي حاجة تصل براجع بعد المعبد. رد الشمس ده معبد الشمس طلع على النيل من قصاده سد العالي من الأقصر، انت كده كلها اثار معروفه سودانيه مصريه. والفراعنه بيقال انه 25 اسره فرعونيه، بيبدا الحروبات من عندنا لحد عندهم ثاني بتجي راجعه. فالمعلومه دي صح غلط مش نفس الموضوع. شكرا. انا ما عارف معلومه اول معبد دي، هل هو بيشير لمعلومة معبد غسطل اللي توجدت فيه المباخر أو بيشير لأبو سمبل المباخر تاسيتي؟ هو المعلومة اللي انت قلتها يا أستاذ الطيب عن المباخر تاسيتي باعتبارها أنها كانت أقدم. أيوة هذا سؤال غريب جدا يا أستاذ. هو في الواقع محمد قبل شوية أشار لحاجة اسمها النترو. النترو دي يعني الديانات بتاعت وادي النيل اللي هو كانوا يعني الخوايات يعتبروا انه الناس اللي بيعبدوا التماثيل اللي بيعبدوا الهلال ده باعتباره وثنيه والشركه ولا كده. كان هذا اتضح انه الخواجات فيهم الديانات الافريقيه من مفهوم الاوروبي بتاع مجمع الالهه.
بتاع انه في آلهة كثيرة بتدير الكون وكل إله عنده وظيفة، ده المفهوم الأوروبي الأسيني والإغريقي والروماني. لكن المفهوم بتاع النيترو ده بيعني قوة الطبيعة أول حاجة. آمون ده مثلا بيسموه الخفي، يعني ما مرئي، لكن دي تجليات بتاع يعني آلهة هم ما قدروا يصوروها، لكن تطور ديني. يلا بالنسبة للمعابد دي، بالنسبة للمعابد يعني الديانات دي أساسا أساس الديانات في وادي النيل. أنا آخر قريت آخر حاجة قريتها تصدق طلعت من وين؟ من منطقة الكدر دي أول العبادات طلعت، اللي هو لأول مرة في تاريخ وادي النيل بدوا الناس يدفنوا مع الميت أكل وشراب ويدفنوا معاه وأسلحته وحاجاته الشخصية. هسا عند هنا النمن في العادة دي موجودة في جبال النوبة برضو، المكلة من يموت بيدفنوا معاه سلاح وبيدفنوا معاه حاجات زي دي. من ديك العلماء لما لقوا الآثار دي لقوا السلاح بتاع الملك ولقوا الأكل معه ولقوا الشراب ولقوا الزينة والمقتنيات الشخصية، طلعت دي إشارة لحاجة اسمها تقديس الأسلاف أي عبادة الأسلاف. بدوا يعبدوا أسلافنا القدماء الناس الماتوا ديل، النساء والرجال الماتوا يعتبروا شخصيات أسطورية بيقوا زي الآلهة. دي بداية المعتقدات في وادي النيل، وتطورت وصلت في المراحل بتاع التاسيتي لمراحل متقدمة. ولكن العقائد بتاعت وادي النيل اساسا هي ما تطورت داخل مصر. يعني امون امون الاله امون اله الفراعنه ده سبب بانه مقر الرئيس جبل البركان، واسطورته طالعه من جبل البركان. حتى كهنه مصر ذاتهم بيعتبروا انه البركان ده هو المقر بتاع امون، المقر الابدي، مقر الاله الخفي بالضبط. فهذه الفكرة أساسا، الفكرة بتاعت حورس والأساطير المصرية بتاعت الآلهة برضو هي بتاعت تاسيتي، حورس ده موجود في تاسيتي، فهي أفكار سودانية بحتة، يعني مش هو الأديان سودانية أساسا. أما بسؤالك بخصوص سؤالك عن الحروب اللي كان بتتم في وادي النيل والتمددات بتاعت الحضارات وكذا، هو طبعا وادي النيل مساحة طويلة جدا، مساحة تبدأ من منبع النيل إلى مصب النيل، فقائم اصلا على الـ على الـ على الفدراليه زي ما بنسميها الان، وقائم على المشايخ. فدائما بيكون في قوه في مشايخ معينه وفي منطقه معينه، بتقوم المناطق دي بتقوى اقتصاديا وبتقوى حربيا وكده، يكون عندها جزء من الاستغلاليه. بيجي في وقت ثاني يا اما هي بتتمدد للجنوب يا إما الجنوب بيقوى وبيتمدد عليها شمالا. لكن الواضح أنه كل أغلب الملوك اللي كانوا بيعتبروا ملوك لكل وادي النيل أغلبهم كان بيشيروا لأنهم هم كانوا جايين من الجنوب. ما معنى كده أنه هم كانوا فقط سودانيين، لأنه الوقت ده ذاته مفهوم سودان ومصر ما كان موجود. لكن الملك مينا مؤسس عهد الأسرات هو في النقش بتاعه يقول أنا أتيت من الجنوب وطلع من المنطقة بتاع التاسيتي دي نفسها، وأسس عصر الأسرة، حتى أسس الأقصر اللي هي تاوي أو ملتقى الأرضين أو الأرض المختارة، اختار أرض بين الأرضين عشان تكون عاصمة. فده مسمينه الملك مينا موحد الغطرين لو بتسمع بالاسم ده. فاختار الأقصر كمنطقة وسطى يحكم منها الشمال والجنوب. كذلك ملك مصر والسودان، اسم ملك مصر والسودان أخذوه 6 فراعنة أو 6 ملوك على مر التاريخ وادي النيل. 6 كانوا هم الأسرة 25 السودانية، كاشتا وكوشتي وبعانخي وترهاغا وتانو تمني اللي هو ملك مصر والسودان. ده ايوه التاج المزدوج اللي هو الكوبرا، الاثنين كوبرا، والتاج المزدوج اللي هو تاج الشمال وتاج الجنوب. يا ريت لو كان عندنا صور كان نوضح لكم الحاجات دي. هم كانوا ملوك سودانيين مولودين ومدفونين هنا. ف شاكرين لكم. سؤالي بسيط جدا، والسؤال علي أحمد، السؤال بتاعي في المسألة بتاعت اللغات، التداخل بتاع اللغات، يعني باللغات بالنسبة للنوبة في الشمال وفي جنوب كردفان أو في منطقة جبال النوبة الحالية، في تداخل بتاع لغات ما بين قبائل
النوبة الكاركو، وفي تداخل ما بينه وبين البرابرة والدناقلة في أكسن مشترك مع الناس ديل. هل ديل نزحوا من التداخل لشنو؟ شكرا جزيلا عليه. وانا برضو